السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي. ومساك الله بالخير فواز. مساك الله بالخير لولو، يا مرحبا فيك، يا هلا فيكم مشاهدينا. بلا شك اليوم احنا نعيش اوضاع استثنائية تتطلب ان نتكاتف كلنا مع بعض عشان نحد من انتشار فيروس كورونا. اليوم الكل يعرف ان كورونا سبب العديد من الاضرار بكل دول العالم في مختلف القطاعات، سواء الصحية ولا الاقتصادية ولا حتى غيرها من المجالات. لكن بعد يا لولو ويا مشاهدين الكرام، اليوم الكل يعرف شلون وقفت حكومتنا بكل حكمة في صف الشعب واختارت دعمه بحزمة اقتصادية ضخمة، بالإضافة لتوفير كافة الأمور اللي من شأنها أن تعزز الصحة العامة في المجتمع وتحد من انتشار هذا الفيروس. بالفعل يا فواز، يعني والبحرين اهتمت بالمواطن والمقيم على حد سواء، اهتمت بكل شخص موجود على هالأرض الطيبة، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة من جلالة الملك الله يحفظه، ومتابعة سمو رئيس الوزراء وقيادة سمو ولي العهد بفريق البحرين اللي بالفعل يبذل كل ما يملك من طاقة من أجل سلامة البحرين وأهلها. طبعا الإجراءات الصحية وغيرها من الإجراءات الوقائية تم اتخاذها من أجل مواجهة فيروس كورونا. اليوم لازم علينا كلنا أن نلتزم في تطبيق هذه الإجراءات واتباع كل النصائح والتعليمات الاحترازية اللي أقرتها الجهات المختصة، واللي أولها وشنو البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة فقط، بالإضافة إلى لبس الكمام، المحافظة دائما على نظافة اليدين. صدقت يا فواز، يعني مشاهدينا خلكم معنا وتابعوا فقراتنا المختلفة في حلقة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد، نبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي. وأكد سمو رئيس الوزراء خلال الجلسة بأن التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى قد عززت عمل الحكومة في التعامل مع الظروف والتحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة الكورونا كوفيد-19، مشيرا سموه بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللي عززت القدرة على التعامل مع هذا الظرف. أيضا وتابع سمو رئيس الوزراء تنفيذ المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين ومسار الإنجاز فيها، بما أظهرتها التحديات الحالية من نجاح حكومي في تحقيق بنية تنموية قوية انعكست آثارها الإيجابية على قدرة مملكة البحرين في مواجهة الظروف الاستثنائية اللي فرضتها جائحة كورونا كوفيد-19 وبخاصة في المجال الصحي. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بوعي الشعب البحرين واستجابته لمتطلبات المرحلة اللي حددتها الحكومة للتعامل مع هذا الوباء.
وفي خبر آخر، قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، بزيارة ميدانية تفقدية إلى مركز الاتصال الموحد لفيروس كورونا 444، وذلك للوقوف على الجاهزية العامة للمركز ومستوى الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير المتبعة في هذا الشأن. طبعا للو خلال هذه الزيارة أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة أن مملكة البحرين وبفضل قيادة جلالة الملك المفدى وتكاتف جميع أبنائها والمقيمين على أرضها قادرة بعون الله على تجاوز كافة التحديات، مشددا في الوقت ذاته أن الالتزام أو التزام الجميع بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وتقيدهم بها وعدم التهاون في تطبيقها في مختلف الظروف هو المسار الصحيح اللي نعول عليه لتجاوز هذه المرحلة بما يحافظ على صحة وسلامة الجميع. تأثير فيروس كورونا على الإتجار بالأشخاص، هذا هو عنوان الندوة اللي نظمها مكتب المفوضية الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهدت هذه الدورة مشاركة الأستاذة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وسط حضور عدد من رؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. وللحديث عن هذا الدور يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذة. أستاذة ماريا، لو تكلمينا عن أبرز ما تم مناقشته في هذه الندوة. مساء الخير أولاً، والله يحفظكم بصحة وعافية إن شاء الله دوماً. يا هلا ويا مرحبا. القيادة والشعب جميعاً. طبعاً ناقشنا ثلاثة أشياء يعني مركزية أو خلينا نقول رئيسية في هذا الموضوع. أولها طبعاً كان ما هي المتطلبات الأساسية لتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص القائمة على حقوق الإنسان، ناقشنا هذا الموضوع. أيضا ناقشنا ما كيف يمكن للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة معالجة آثار كوفيد 19 على ضحايا الاتجار بالبشر، وهذا شيء طبعا جدا مهم. وأيضا ناقشنا كيف يؤثر كوفيد 19 على الاتجار بالأشخاص. نعم، يعني محاور في قاعة الأهمية. نعم، كلها أمور ذات الأهمية، وتكلموا أربعة أو خمسة أشخاص الذين كانوا يشاركون في هذه الندوة كمتكلمين رئيسيين، ومنهم كان طبعا من مكتب المفوضية السامية في الشرق الأوسط، كانت منظمة العمل الدولية، كان طبعا أيضا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، فكان في يعني ناس أو أشخاص على مستوى عالي من الفكر والاهتمام بالاتجار بالأشخاص. جميل. وفي هذه المناسبة طبعاً لابد يعني أن أتوقف وأقول أن البحرين للسنة الثانية على التوالي، وهذا شيء جداً مهم، احتفظت بمكانتها المميزة في تقرير أو وزارة الخارجية الأمريكية أن نحن حصلنا على الفئة الأولى في الاتجار بالأشخاص، معنى ذلك أن نحن يعني نمشي قدما في الاتجاه الصحيح في مكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين. وبعد ذلك أيضا السيد أنطونيو مدير عام منظمة الهجرة الدولية أشاد الأسبوع الماضي فقط، أشاد بإجراءات مملكة البحرين في تصحيح أوضاع 17,000 من العمال الوافدين المخالفين، واعتبر مدير عام المنظمة إن هذا يعتبر أحد أفضل الممارسات الدولية للتعامل مع كوفيد 19 ومدى تأثيرها على حركة العمال. نعم، يعني لو نرجع للندوة نفسها، هل هناك توصيات أو هل في اعتقادك كيف يمكن معالجة آثار الوباء على ضحايا الإتجار بالبشر؟ طبعا يعني أختي لولو، لابد أن نذكر أن العمالة الوافدة أو الأشخاص الذين هما ضحايا الاتجار بالبشر هما من أكثر الفئات عرضة لهذه يعني الجريمة الاتجار يعني بالأشخاص. طبعا ناقشنا مدى إمكانية توفير تمتع هذه الفئة من الناس بحقوقهم الأساسية التي بسبب كوفيد 19 الآن هي الحق في الصحة طبعاً، والبحرين أيضاً سباقة في هذا الأمور وفي هذا الموضوع، ولا يعني نريد نتطرق مرة ثانية، لا مع أنها هي إشادة، لأن يعامل المقيم والوافد والبحريني نفس المعاملة في هذا الظرف. طبعاً الشيء الثاني اللي ناقشناه أنه هو تشجيع السلطات لإخضاع العمالة الوافدة أو الأشخاص المعرضين للاتجار للفحوصات،
لأن في منهم يمكن لأنهم ضحايا يخافون أن يتواصلون مع الحكومات أو مع جهات المعنية. لابد طبعا أيضا من الأشياء اللي ناقشناها أن العمال المخالفين للأنظمة والقوانين في أي دولة كانت يجب أن يشعرون بالأمان، طبعا الأمان الإداري والأمني، لأن إذا ما شعروا بالأمان طبعا صعب السيطرة على، إذا تم أصابهم الوباء صعب السيطرة على ذلك. بالفعل يعني جهود كبيرة قامت بها مملكة البحرين، لكن لو نسلط الضوء أكثر كيف ترين جهود مملكة البحرين في التصدي لظاهرة الإتجار بالأشخاص؟ طبعا أنا ذكرت في البداية أختي أن نحن طبعا للسنة الثانية على التوالي حافظنا على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، نحن بفضل طبعا القيادة المهتمة طبعا بهذا الملف من أعلى الهرم أنا دائما أقول، وجهود وزارة الداخلية والنيابة وهيئة تنظيم سوق العمل، جهود جبارة. الملف يخطي خطوات أساسية واثقة. الضحايا إذا كان هناك في ضحايا يعرفون إلى أين يلجؤون للحصول على حقهم. فجهود مملكة البحرين سباقة في المنطقة وأعتقد مو بس في الخليج بس في الشرق الأوسط. نعم، يعني لو نذكر أصلا المشاهدين بتعامل الحكومة البحرين مع موضوع العمالة الوافدة، كيف تصفين هذا التعامل من خلال الإجراءات الاحترازية حتى أمور توعية اللي فعلا قامت بها حكومة البحرين لتوعية هؤلاء؟ طبعا أول شيء اتخذته يعني مملكة البحرين هو عدم التفرقة بين المصابين، يعني هذا شيء جدا مهم. والشيء الثاني هو ضمان وصول أي شخص مصاب إلى الخدمات الصحية دون أي قيود ودون أي رسوم، هذا الشيء يعني الثاني المهم. وللإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة للسيطرة على عدم تفشي كوفيد 19 بين فئة العمالة الوافدة، ومهم جدا خاصة في الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية والمحافظات أيضا في نقل سكن العمال المكتظة إلى أماكن أخرى أقل اكتظاظا وتوعيتهم، أيضا جهود في أماكن العزل. نحن زرنا كمؤسسة وطنية طبعا لحقوق الإنسان أماكن العزل وأيضا أماكن الحجر الصحي، ورأينا كيف يتم التعامل مع الأشخاص الوافدين المصابين، يعني سواء كانوا مصابين بالفيروس أو يقضون العزل الاحترازي. نعم، كل شكر لك الأستاذة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. ترى البحرين تستاهل عشان البحرين. البحرين أمانة. ترى الديرة تستاهل. ديرتنا أمانة. أمانة في أعناق الجميع. هذه مسؤولية تجاه وطنك. البحرين أمانة. البحرين تستاهل. عشان البحرين، عشان أمي، عشان أبوي، عشان كل واحد نحبه، إحنا هني. أتواجد في مقري في الدوام لأكثر من 12 ساعة في اليوم. نعمل ليل ونهار من أجل حمايتكم. نوفر لكم الراحة والعلاج. إحنا موجودين ونحارب هني. هدفنا سلامتكم وراحتكم. دورنا هو استمرارية الخدمات الصحية للجميع في مملكة البحرين. سهرانين من أجلكم. حطوا يدكم بيدنا، خلنا نحمي ديرتنا. أحبتي التزموا بتوجيهات المختصين. صار لي أكثر من شهر ما أقدر أحضن عيالي. وتواصل على مدى 24 ساعة مع فريق العامل في مراكز العزل. نسهر علشانكم ونتعب علشانكم، خلونا إيد واحدة. أثر الماسك هو تعب، بس تعب حلو، تعب بطعم الشجاعة، تعب من أجل البحرين. دورنا كأطباء مهم، لكن أرواحنا بين إيديكم. نحن نسهر علشانكم. ساعدونا نحمي البحرين. علشانكم إحنا متواجدين هني. نسهر عشانكم. نعمل من أجلكم لنصل بالوطن إلى بر الأمان. احمي نفسك واحمينا. صحتكم أمانة، البحرين بعد أمانة، عدكم وعدنا. ربي يحفظنا ويحفظ هذه الديرة.
مشاهدينا ننتقل معاكم إلى فواز اللي راح يستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل فواز. شكرا لولو، وبالتأكيد راح نستعرض في هذا العرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الأثنين الأول من شهر يونيو 2020. فقد بلغت الحالات القائمة 4776 حالة، ووضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 4767 حالة، فيما يبقى 9 أشخاص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. طبعا الحالات القائمة والتي تتلقى العلاج تبلغ 46 حالة، أما المتعافون فيبلغون 7076 متعافي. الوفيات 19 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. وقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 323 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الأثنين في مملكة البحرين رصد 473 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 188 حالة لعمالة وافدة و285 حالة لمخالطين، وبالتالي تعافي 393 حالة. طبعا هذا كل ما لدي، وعودة لشتلوة. شكرا لك فواز، الله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. تسعى وزارة الداخلية دائما إلى تحقيق مستقبل ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء. ويأتي في هذا الإطار الاهتمام اللي توليه الوزارة ممثلة بالأكاديمية الملكية للشرطة وحرصها الدائم على تقديم العديد من البرامج الدراسية والتدريبية ذات الجودة العالية. نعم فواز، يعني وتسعى وزارة الداخلية إلى تطوير الأجهزة الأمنية والعاملين فيها بمختلف مستوياتهم الإدارية ومؤهلاتهم العلمية، والعمل على رفع مستواهم العلمي وتحصينهم بعد بالعلوم والمعارف القانونية والإدارية والأمنية لتحقيق التميز في حياتهم العملية. بالتأكيد، نتابع معكم مشاهدينا هذه اللقطات التالية وراجعين لاستكمال باقي فقراتنا.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة العميد فواز حسن عيسى الحسن، آمر الأكاديمية الملكية للشرطة. مساك الله بالخير طويل العمر. يعني لو نسألك، في ظل أزمة كورونا وحرص وزارة الداخلية على تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية، اتخذت الأكاديمية الملكية للشرطة عدة إجراءات تتماشى مع في هذا الاتجاه. لو تكلمنا أكثر عن هذه الإجراءات وتوضحها لنا. ألو، سعادة العميد فواز موجود معنا على الخط؟ أعتقد أن سعادة العميد يمكن في مشكلة عندنا في الخط الهاتفي، لكن أنا خليني أتكلم لك في نقطة معينة عن الأكاديمية الملكية للشرطة وعن واقع تجربة من القرب مثل ما يقولون. الأكاديمية فيها يعني صفوف دراسية متميزة، فيها مواد دراسية متميزة، فيها خبرات من الدكاترة والمتخصصين في تقديم المواد الدراسية، سواء للتلاميذ العسكريين من جانب، وأيضا لمنتسبي وزارة الداخلية اللي يقدمون لهم الشهادات العليا. واليوم شفنا وزارة الداخلية قاعد تحرص على إعطاء منتسبيها من ضباط وضباط صف وأفراد وحتى مدنيين مختلف الدراسات العليا في مختلف المتخصصات. نعم، والجميل أكثر بعد أن هذه الكلية مو بس تضم البحرينيين، حتى عندنا بعض المنتسبين لها من خارج مملكة البحرين، وهذه فعلا يبين أهمية أن يكون عندنا كلية في هذا المجال. ويعني وأيضا في بعض المدنيين اللي ينتسبون لها من مختلف الوزارات. نعم، وتعطي درجات علمية مختلفة، وهذه يعني فعلا ما تحتاجها البحرين، تحتاجها المنطقة في هذه. دكتورة، تخيلي في السابق يعني كنا التلاميذ العسكريين والمرشحين من مختلف يعني تخصصات في البحرين نرسلهم إلى مختلف الأكاديميات خارج البحرين، سواء في دول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، في دولة الكويت، في المملكة العربية السعودية، في المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم كل الطلبة اللي موجودين في هذه الدول العربية يتلقون علومهم العسكريه والاداريه والتخصصيه في وين؟ في الاكاديميه الملكيه. جميل للشرطة. جدا صراحه، هذا شيء يدعو للفخر، وصلنا يكفينا فخر ان زميلنا يحيى يعني هو احد منتسبي هذه الكليه، ومو بس كذي، حتى اخواني منتسبي هذه الكليه ما شاء الله. اللي فعلا احنا يعني نشيد بدورها وعطائها في كل يعني في كل الامور، وخصوصا ان هي تحمل يعني تخصصات جدا جميله وجدا فريده من نوعها. هذا يدعو لنا للفخر واعتزاز ان نملك صروح تعليميه متميزه تقدمها مختلف الوزارات وخاصه وزاره الداخليه. راح نرجع لسعاده العميد فواز بن حسن عيسى الحسن إن شاء الله بالاتصال هاتفي للحديث عن الأكاديمية، لكن بعد هذا الفاصل. أمان يا أمان.
طبعا للحديث اكثر عن الاكاديميه الملكيه للشرطه معنا عبر الخط الهاتفي سعاده العميد فواز بن حسن بن عيسى الحسن امر الاكاديميه الملكيه للشرطه. مساك الله بالخير سعاده العميد. اهلا وسهلا سعاده العميد فواز بن حسن بن عيسى الحسن. في ظل ازمه كورونا وحرص وزاره الداخليه على تعزيز الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، اتخذت الاكاديميه الملكيه للشرطه عده اجراءات تتماشى مع هذا الاتجاه، يعني ما هي ابرز تلك الاجراءات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني شكرا لهذه الفرصه للتواصل مع المجتمع البحريني من خلال شاشة تلفزيون البحرين. وبادئ بدء أسأل الله العلي القدير أن يجنب البشرية هذه الجائحة. آمين. ويكفلنا شر هذا الوباء. الحقيقة توجيهات من سيدي صاحب المعالي الفريق أول الركن وزير الداخلية الموقر، وعلى أثر المتابعة الحثيثة من سيدي سعادة الفريق رئيس الأمن العام، فقد تبنت الأكاديمية الملكية للشرطة حزمة من الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. ومن أبرز هذه الإجراءات تشكيل فريق من الأكاديمية، من ضباط الأكاديمية، معني بالتصدي لانتشار فيروس كورونا، والذي كلف بإعداد الخطط والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية سواء في حالات الإصابة لا قدر الله أو حالات المخالطة أو الاشتباه بالإصابة. كما أقام الفريق عددا من الورش التدريبية لمنسوبي الأكاديمية، فضلا عن تطبيق سيناريوهات افتراضية لتدريب الصفوف الأمامية، والتي منها حرص الانضباط من الأكاديمية على كيفية التعامل مع مختلف الحالات المحتملة. كذلك من الإجراءات المتبعة قياس درجة الحرارة لموظفي والمراجعين يوميا عند الدخول لحرم الأكاديمية، وتقييد التنقل بين المكاتب، وحث الموظفين على التواصل بالهاتف، كما جرى اعتماد التقنية في عقد الاجتماعات عن بعد ويتبلغ عددها 35 اجتماع. كما تم تخصيص مبنى مستقل للحجر الصحي مجهز بكافة الاحتياجات اللازمة للإقامة. كذلك تم تقييد حركة أموال المتعهدين الشركات المتعهدة لتقديم الخدمات الأكاديمية، وخصصنا عناصر من الانضباط مرافقة هؤلاء العمال من لحظة الدخول وحتى الانصراف من الأكاديمية. كذلك خصصنا ضباط من الفريق لمهام محددة، مثلا ضابط مناوب، طبعا هذا بجانب الضابط المناوب الإداري، هناك ضابط مناوب على الاتصال مخصص للتوجيه بما يلزم اتباعه حيال حالات الاشتباه أو الإصابة، وكذلك متابعة حجز مواعيد إجراء الفحوصات ونتائجها، وتأمين الانتقال أو النقل، ومتابعة فترة الحجر أيضا. كذلك في ضابط مختص بدراسة كافة العمليات والخدمات التي تقدم للغير مباشرة، وتقييم هذه الخدمات من جهة مقدم الخدمة ومستوى المخالطة أو درجة المخالطة أثناء تقديمها، ويعني وإيجاد حلول لتحقيق التباعد أثناء تقديم هذه الخدمة. كذلك دراسة مدى تأثر سير العمل نتيجة عزل أو حجر أحد الموظفين مثلا، أو تعليق أي نشاط أو غلق موقع معين، والبحث عن الحلول البديلة والعمل على التعافي بأقرب فرصة ممكنة. كذلك في ضابط مكلف بجمع المعلومات عن الحالات ورصد الثغرات أو بيان أوجه القصور إن وجدت، العمل على يعني التوصية بتلافيها مستقبلا. كذلك الفريق يوالي بث مواد توعوية وتقديم استشارات لمنتسبي الأكاديمية وكياناتها، ويبقاهم على علم بمجريات الأمور في هذا الخصوص. نعم يعني إجراءات متكاملة. ايضا يعني عرفنا ان الاكاديميه طبقت التعليم عن بعد، وهذا الامر مو جديد بالنسبه لكم، لكن لو تكلمنا اكثر عن يعني عن مجال التعليم الالكتروني ومزاياه. نعم، تفضل سيدي صاحب المعالي وزير الداخليه بتدشين نظام التعليم والتدريب الالكتروني قبل سنتين من الان في مايو تقريبا 2018. ومنذ ذلك الوقت الحقيقه الاكاديميه اتاحت العديد من الخدمات الالكترونيه المتطوره، لكن مؤخرا يعني تقريبا من شهر فبراير بالتحديد
بدأنا بتطبيق التعليم عن بعد، وقام فريق التعليم والتدريب الإلكتروني كجهة معنية بإدارة الخدمات المتعلقة بالتعليم والتدريب الإلكتروني بالأكاديمية بعدد من الإجراءات. وكانت هذه الإجراءات على مراحل، يعني منها مرحلة التحضير مثلا، اتصفت هذه المرحلة بدراسة المعطيات الحالية والإمكانيات المتاحة من الناحية التقنية والتنسيق مع الإدارات ذات الاختصاص بالوزارة، ثم جاءت بعدها مرحلة التدريب والتأهيل، حيث قام الفريق بتدريب جميع المعنيين بالعملية التعليمية سواء مرشحي الضباط والذي كان عددهم 155 مرشح وأعضاء هيئة التدريس والبالغ عددهم 17 محاضر. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة التطبيق التجريبي، حيث تم تطبيق التعليم عن بعد كمرحلة تجريبية في إحدى القاعات الدراسية، وذلك الوقوف على درجة الفاعلية ومدى الجاهزية للتطبيق ولضمان تحقيق أعلى مستويات النجاح عند التطبيق الفعلي، حيث تم بعد ذلك تطبيق التعليم عن بعد على جميع البرامج الأكاديمية لمرشحي الضباط من مختلف الدفع، وبلغ عددهم 531 بلغ عدد المحاضرات يعني 531 محاضرة. بعدها مرحلة التقييم والقياس، حيث أنشأ سجل إلكتروني يوثق جميع الملاحظات التي يتم رصدها، وذلك العمل على حلها وضمان عدم تكرارها. كما أعد استطلاع للرأي لجميع المستفيدين، حيث تم تحليل النتائج والعمل على تفادي معظم الملاحظات، منها مثلا توفير أجهزة خاصة لكل المستخدمين وإعادة فرز الطلبة على القاعات الدراسية ولضمان يعني سيارة عملية تلقي المعرفة، وكذلك تطوير وتحديث شبكة الإنترنت. نعم سعادة العميد، احنا عارفين ان في خصوصية في مجال التعليم والتدريب الشرطي، شلون تعاملتوا مع هذا الجانب وفي ذات الوقت الالتزام بالإجراءات الاحترازية؟ نعم الحقيقة يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى اولا وقبل كل شيء طبعا، ثم بعد ذلك يأتي الوعي والالتزام من قبل كافة المنتسبين الأكاديمية، طبعا هذا هو الأساس كان في نجاح العملية. لكن ايضا الفريق المعني بمكافحة الفيروس فيروس كورونا وضع جميع الإجراءات المكتوبة حيز التنفيذ وتابع تنفيذ الحقيقة، والتي كانت يعني كفيلة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بتحقيق الاستمرارية للبرامج التعليمية والتدريبية، وحيث تم تطبيق مبدأ التباعد الجسدي سواء في القاعات الدراسية أو في مقر الإقامة بالأكاديمية وفي التنقلات أيضا، كذلك حتى في حصص التدريبات العسكرية واللياقة البدنية اعتمدنا على مصطلح في التدريب العسكري وهو فتح الصفوف، وهو الأمر الذي يتيح ترك مسافات بين الصفوف الفصائل. كما أن الفريق يعمل بشكل مستمر على تقييم الإجراءات وتطويرها وتحديثها بما يتماشى مع المعطيات والمتغيرات والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية الحقيقة. نعم يعني سعادة العميد، لو نتكلم شوي عن مشروع المكتبة الإلكتروني، ماذا حققتم فيه؟ نعم تتوفر بالأكاديمية الملكية للشرطة مكتبة إلكترونية تحوي المصادر العلمية المتنوعة الحقيقة من العلوم المتخصصة والحديثة، والتي تربطها شراكة ب 11 جهة عربية ودولية لغرض تمكين المرشحين والمحاضرين من الاطلاع على المحتوى لدعم العملية التعليمية وإثراء عملية البحث العلمي. ونحن الآن بصدد دراسة لتوسيع شبكة المكتبة من الشراكات وتطوير خدماتها الحديثة. نعم. للأكاديمية الملكية سعادة العميد بلا شك شراكات وعلاقات وثيقة مع جامعات دولية مع أكاديميات عريقة، شو اللي يضيف هذا التعاون في مجال تبادل الخبرات العلمية والتدريبية؟ نعم صحيح، إن الأكاديمية الملكية للشرطة وبالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تحصل بالعالم حاليا، لأنها تعكس على رسم استراتيجيتها الحديثة ووضع الخطط لتطوير كافة البرامج التعليمية والتدريبية، مستلهمة ذلك من الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية التي أرساها صاحب المعالي وزير الداخلية، وذلك بالعمل المشترك والتنسيق الدائم مع الجهات ذات العلاقة سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو المحلي، من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في المجالات التعليمية والتدريبية بإذن الله. نعم يعني سعادة العميد فواز حسن عيسى الحسن آمر الكلية الأكاديمية الملكية للشرطة، شكرا جزيلا لك. Thank you.
قسما ووعدا نصون ونحمي البلد ملكا وحكومة وشعبا أرضا وجوا وبحرا البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية خدمة المجتمع من القيم الأساسية جيلا بعد جيل ينقل رجالها عهدا ورسالة العمل بإخلاص وتصميم على أمن المواطن والمقيم. المنفذ الجوي للمملكة البحرين لعب دور محوري خلال مكافحة فيروس كورونا بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية داخل المملكة. بالتأكيد لولو مطار البحرين وطيران الخليج قاموا بالعديد من الإجراءات لتنسيق عودة المواطنين منها نقل الأدوية والاحتياجات الطبية وغيرها الكثير من الخطوات المهمة. زميلنا يحيى العمري متواجد الآن في محافظة المحرق وبالتحديد أمام مطار البحرين الدولي. يحيى مساك الله بالخير ونعتذر لك على التأخير في الاتصال فيك. لو تحطنا في الصورة العامة لإجراءات المطار في ظل هذه الظروف الاستثنائية. تفضل يحيى. نعم زميلي فواز وزميلتي لولو ومس عليكم بالخير وعلى متابعي برنامج مجتمع واعي في هذا المساء. أنا الآن متواجد وخلفي مطار البحرين الدولي، هذا المطار الذي لعب دورا محوريا خلال مكافحة مملكة البحرين لفيروس كورونا. هذه الإجراءات الكبيرة والحيطة والحذر المتبعة في مختلف المرافق لهذا المطار وغيره من منافذ مملكة البحرين، وإنما هذا المنفذ الجوي الوحيد الذي تستخدمه مملكة البحرين لاستقبال زوارها واستقبال القادمين إلى مملكة البحرين من الخارج وأيضا للخارجين والمغادرين لمملكة البحرين. هناك إجراءات كبيرة وإجراءات عديدة احترازية تتبعها المملكة وتتبعها إدارة هذا المطار من قبل القائمين على المطار من الموظفين العاملين وأيضا من قبل مرتادي هذا المرفق الحيوي في مملكة البحرين. عملية الفحص، فحص درجات الحرارة وفحص للقادمين من الخارج بالتعاون والتنسيق أكيد مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية والعديد من الجهات المعنية في مملكة البحرين. مطار مملكة البحرين الدولي لعب دورا محوريا في تخصيص رحلات خاصة لإعادة المواطنين من الخارج وكذلك تخصيص رحلات لرحلات الشحن لنقل الأدوية ونقل المواد الطبية للمساهمة في مكافحة الفيروس لفريق مملكة البحرين وكذلك خصص رحلات لنقل الأدوية من مختلف دول العالم. هذه الإجراءات بالتأكيد هي إجراءات احترازية لحفظ الأمن والمساهمة في السيطرة على هذا الفيروس الذي تكافحه مختلف دول العالم. هذه الإجراءات بمجملها بالتأكيد هي للحرص على سلامة المواطن وسلامة زائر لمملكة البحرين والقادم من الخارج، كلها إجراءات تتوافق مع الاشتراطات وتتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في مختلف المطارات ومختلف الدول حول العالم. هناك تفاصيل كثيرة وتفاصيل تتفاخر بها مملكة البحرين، قصص بطولية يفرضها ويستعرضها أبناء مملكة البحرين في الميدان في مواقع عملهم وفي الصفوف الأولى لمكافحة هذا الفيروس. نتشرف دائما عبر شاشتنا الوطنية لنقل هذه الجهود وبالتأكيد سننقل العديد من القصص التي تتفاخر بها مملكة البحرين عن هذه الجهود الاحترازية المتبعة في مطار البحرين وفي مختلف المناطق داخل وخارج مملكة البحرين بالتنسيق أكيد مع مختلف الجهات المعنية داخل المملكة. هذا كل ما لدي زميلي فواز وزميلتي لولو، عودة لكم في الاستوديو. كل شكر لك الزميل يحيى على هذه التغطية المباشرة من مطار البحرين الدولي اللي فعلا وحشنا، يعني إن شاء الله يا رب نرجع لك في القريب العاجل. آمين يا رب العالمين، وبالفعل حركة إن شاء الله حركة السفر الجوية راح تستأنف في القريب العاجل إن شاء الله. طبعا مشاهدين الكرام، للناقلة الوطنية لمملكة البحرين ضمن الجهود الوطنية في التصدي لفيروس كورونا عدة وقفات طوال الفترة الماضية ومنها تعزيز توافر الإمدادات الطبية في البحرين. بالفعل فواز، يعني طيران الخليج بتعاونها مع عدد من الشركات البحرينية المتخصصة في الإمدادات الطبية قامت بنقل أكثر من 80 ألف طن من المعدات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة للأدوية ومنتجات التعقيم بتخصيص
5 رحلات للشحن من عدد من المدن الهندية، وسيرت أيضا في شهر أبريل 6 رحلات لنقل 90 طن من الإمدادات الطبية من الهند. بالتأكيد كانت الناقلة قد استخدمت مقصورات ومقاعد المسافرين لنقل عدد من الأغراض مختلفة الأحجام والأوزان بهدف الاستفادة القصوى من مساحة الطائرة في شحن الإمدادات المذكورة. وطبعا هالجهد كله وراء جهد وتخطيط، وأخذ الكثير من الإجراءات عشان يضمنون أيضا صحة وسلامة الطاقم في هذه الرحلات، وأيضا في رحلات تأمين عودة المواطنين من الخارج. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذه الرحلات وهذه الجهود كلها، يسرنا أن يكون معنا اليوم في الاستديو القبطان وليد عبد الحميد العلوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج. المسي عليك بالخير ويا هلا ويا مرحبا فيك معنا. الله يمسيكم بالنور ومسي مشاهدينا الكرام. يعني لو تكلمنا بداية عن الرحلات اللي سيرتها الناقلة الوطنية في تأمين عودة المواطنين، والتدابير اللي كانت يعني أو اللي أخذتوها لطاقم الطيران اللي يقوم فيها في عملية الإجلاء. في البداية خليني أمسي عليكم بالخير ونشكر سيدي صاحب الجلالة طول الله عمره في إدارة الأزمة الكبيرة ذي اللي تمر عليها البلد، ونشكر سيدي صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء كذلك وحكومة الرشيدة على ما يقومون به من جهود كبيرة، ونشكر كذلك صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد لعلى، وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يقوم به هو والفريق البحرين في التعامل مع الأزمة. وأمانة سيدي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد ولي العهد هو كانت عنده الفكرة اللي خلت طيران الخليج تواصل الطيران، فكانت كان حريص أن نبقى نطير للمطارات المفتوحة، فهذه كانت فكرته الله يطول عمره. بالنسبة للأحداث ممكن أسرد عليكم بما حصل. يعني طبعا احنا طيران الخليج كان عندنا أكثر من 130 رحلة في اليوم، عندنا قرابة 35 طائرة نستخدمها من أنواع مختلفة، من 787 الدريم لاينر الجديدة، عندنا 7 طائرات منهم، وكذلك عندنا الطائرات الحديثة اللي هي النيو الإيرباص 320، وعندنا السيوز الـ 321s والـ 320، فعندنا مجموعة مختلفة من الطائرات نستخدمها في الرحلات الجوية اللي كانت موجودة عندنا. طبعاً هاي الرحلات كانت كلها مبرمجة لخدمة المسافرين. نعم. وعندنا طبعاً برامج معينة أو توقيت معين لجميع هذه الرحلات. فلما بدت أزمة الكورونا اضطرت دول كثيرة لقلق مطاراتها او يحطون يعني اشتراطات. خلينا نقول اشتراطات حاده على عدد المسافرين اللي يوصلون ومن مسموح له يدخل ومن مسموح له ما يدخل، فاضطرينا نحن مثل بقيه الشركات في تخفيف عدد الرحلات. طبعا مضطر انت اذا كنت تروح مثلا خلينا نقول مطارات السعوديه ومطارات السعوديه سكرت فخلاص يعني ما راح تقدر تطير، فبدت الازمه تكبر وبدأت المطارات تتسكر، ولكن احنا الحمد لله ما وقفنا طيران. يعني المطارات اللي بقت موجودة تستقبل طائرات احنا واصلنا طياراننا إليها حسب الاتفاقيات المسبقة مع حسب الاتفاقيات. يعني ما قد صار ولا أي يوم صار زيرو رحلة؟ سلامتك. ممتاز الحمد لله. يعني احنا واصلنا كذلك رحلات، تقريبا 3 رحلات إلى لندن، عندنا رحلة لفرانكفورت اللي هي ألمانيا وفرنسا، وعندنا للفلبين، فهذه الرحلات اللي تقريبا استقر الوضع عليها بعد الأزمة ذي. ولكن عندنا رحلات كثيرة للإجلاء، فإحنا سلمكم الله قمنا بعمليات إجلاء كثيرة اللي كنا نرجع فيها آلاف البحرينيين اللي كانوا مع الأسف يعني اضطروا لبقائهم في دول مختلفة، اللي كان في إجازة، اللي رايح علاج، دراسة وكل الأمور هذه. ففي تنسيق في الدولة مع بعض الوزارات، وزارة الخارجية، وبعدين يصير التنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال المسافرين، وإحنا نقوم بدورنا مع التنسيق هذه كامل جلب المسافرين إلى مملكة البحرين، وبعدين يقومون وزارة الصحة بعمل لازم من فحوصات وغيرها إلى أن يكونون جاهزين لدخول المجتمع البحريني.
جميل. فهذه يعني نبذة ملخص كبير. وإن كان العمل يعني أكثر مشقة وتعب من اللي أنت قاعد تختصر لنا في هذا الإجازة. أصلاً يكفينا فخر إن إحنا نقدر نقول إن ما في شيء في البحرين تعطل ومنها حركات الطيران. بالضبط. نعم. في حين أغلب شركات الطيران توقفت تماماً عن الرحلات. صحيح. الجوية. صحيح. ويكفينا بعد فخر إن إحنا نأكد بأن تم عمليات الإجلاء بطيارات يعني استخدمنا طيران الخليج الطيران الرسمي لمملكة البحرين في إجلاء الطلبة والموجودين والعالقين في الخارج وهذه بعد مفخرة بالنسبة لنا. الحمد لله. الحمد لله. إحنا دائما إن شاء الله نقوم بواجبنا الوطني. صحيح. القبطان وليد يعني بالتأكيد هذه الرحلات اللي ذكرت الصراحة يعني رحلات كثيرة وتنسيقات فيها يعني مع الكثير من المطارات الكثير من الرحلات الجوية. لو تكلمنا عن التخطيط المسبق شلون يتم يعني يمكن المشاهد البسيط اللي غير ملم بعمليات المطار والطيران المدني يقول هذه عملية متشعبة جدا، هل بالفعل هي متشعبة؟ والله هي متشعبة وطبعا التعقيد يزيد في الظروف المختلفة. ما يسهل في الظروف المختلفة؟ لا والله بالعكس يزيد صعوبة يعني. طبعا احنا لما نكون عندنا برنامج ثابت ناخذ التصاريح ويكون فيه تعب في وصولك لمرحلة حصولك على التصاريح. صحيح. بس تبقى ثابتة بعد ذلك تكون عملية سهلة. بعدين تكون عملية شبه أوتوماتيكية مجدولة والطيارات عندها التصاريح وتروح. جميل. بس لما تتسكر المطارات وتبتدي تفتح مرة ثانية فلازم تقوم إعادة جدولة وأخذ التصاريح. رحلات الشحن يعني رحنا حق دول ما نسير خطوط لها فنضطر يعني كذلك لبداية خط تعاون معهم يعني محطات جديدة. نعم يعني مثلا على سبيل المثال قمنا برحلة بداية رحلة كانت استخدام مقصورة المسافرين ركاب. وهذه كانت تجربة جديدة لنا يعني احنا طبعا احنا كطيران الخليج عندنا جدول لنقل المسافرين. صحيح. ولكن بالظروف اللي احنا نمر فيها اضطرينا ان نغير الافكار ونقول ايش نقدر نسوي لنخدم مملكه البحرين. جميل. فمن الاشياء اللي قمنا فيها طبعا عمليات الاجلاء وجلب البحرينيين الى مملكه البحرين. ترتيب رحلات العوده. فهذا الشيء كان جديد علينا يعني معظم هالرحلات في احد الاتجاهات تكون فاضيه. فمثلا لو كنا بنجيب بعض المسافرين من دوله نطلع الطيارة تطلع خالية فاضية وبعدين تعبي المسافرين يركبون فيها وترجع. بعدين بدينا طلبات الشحن فكنا نسير رحلات ناخذ الشحن. طبعا الشحن يتعبى في مكان محدد في الطيارة يكون طبعا تحت كابينة المسافرين. بعدين شفنا زاد الطلب قلنا يا جماعة يعني في طلب أكثر فخلنا نقوم بتجربة جديدة. فكرة جديدة. جميل. فوالله يعني قعدنا اجتماعات كثيرة. طياراتنا جديدة المشكلة نخاف عليها ولا شك الأزمة راح تنتهي. صحيح. وانت تبي توفر جودة للمسافرين بالتأكيد ومقاعد مريحة تعودوا عليها. نعم مريحة. وهذا استثمار يعني لمملكة البحرين شراء الطيارات الحديثة وتكلفة الطيارة يعني ملايين. نعم. مبلغ وقدره. فوالله قمنا بعمل ممتاز في طيران الخليج. شغلنا المهندسين شغلنا الأفكار والمفكرين وقمنا بحماية الطائرة من الداخل. جميل. وبعدين قمنا بالتعاون مع الأخوان في الشحن أخذنا مقاسات الكراسي ومقاسات الموجودة المساحات اللي داخل المساحات الموجودة داخل داخل الطيارة. نعم. جميل. وبعدين رتبنا مع الشركات اللي تقوم بيع الأدوات الصحية أو الغذائية. طبعاً إحنا كابينة المسافرين استخدمناها بس للأدوات الصحية على أساس ما يكون فيها احتمال تسرب. صحيح. أو هالأمور. صحيح. فما شاء الله يعني القسم الهندسة عندنا قام مجهود كبير لحف لنا الكراسي كلها حما شاشات الانترتينمنت اللي عندنا طريقه يعني مبتكره طريقه ممتازه. إيه. انا هذه النقطه بالتحديد انا بتكلم معك فيها. قسم الهندسه حسب اللي اعرفه طيران الخليج لولوة ان فيها كوادر بحرينيه اصلا. طيران الخليج كلها قائمه كلها لكن يعني اعتقد ان النسبه تفوق 98% اذا انا ما كنت غلطانه. والله احنا نسبتنا بالضبط يعني نسبه فوق ال 65%. ما شاء الله. 65 تقريبا. لكن الطاقم الهندسي اللي سوى هذه طواقم بحرينيه. طبعا احنا اللي عندنا متطلبات العمل انه يكونون عندنا اجانب بالنسبه حق المضيفين. صحيح. فالمضيفين لان نقوم بخدمه حوالي 50 محطه
منهم تقريبا 28 دولة، فتحتاج ان ناس تكون عندها الالمام باللقة بالكلتشر بالطريقة التعامل. هذه جانب اخر راح نرجع له. يعني انا خذيتك عن جانب عملية الهندسة الداخلية. خلنا في عنصر الابتكار. احنا شلون قدرنا كبيرة المسافة شلون هيئها ان تكون قسم الصيانة او الهندسة عندنا يعني طاقم يشمل الكوادر البحرينية وعندنا بنات مهندسات ما شاء الله. نعم عندنا مهندسات وعندنا طيارات. فالأخوان قعدوا وفكروا كيف أدس الطريقة. استخدمنا استخدام بسيط اللي هو البابل بيبر أو البابل راب. فقاموا بتفصيله على كل الكراسي على داخل الطيارة حماية شاملة. وبعدين مثل ما قلنا الكوارتين تفصلت كذلك عشان تجلس على الكراسي. وبعدين طريقة تأمينهم للطيران، فكانت تجربة حلوة وناجحة. بس من الأشياء اللي كانت صعب التعامل وياها، مثلا احنا نروح بحرين لندن، الكرو مالنا أو الطيارين والطاقم ينزل يريح في طاقم يكون مستعد للطيران للعودة. فسوينا مثلا رحنا تشاينا غوانزو رحلة طويلة سبع ساعات ونص تقريبا، وبعدين يبي لك ثلاث ساعات ل يعني تفريغ وعدد شحن والامور، والرجعه بعد ثمان ساعات وشويه. فاضطرينا ان ناخذ طاقمين من الطيران ونشوف الاوقات المعينه، لان عندنا بعد ضوابط على ساعات العمل وهاي. فكانت تجربه، وعملنا خطه احترازيه لو ما قدرنا نقوم بالمهمه راح نرجع لدولة أخرى كانت الفلبين في الخطة، قريبة من الصين. قريبة من الصين ك يعني مثل ما تقول خط طاقمين عشان الطاقم الثاني ما ينزل. لا الطاقمين على أساس نسوي الرحلة، بس بعد فيها ساعات معينة إذا يعني ما قدرنا، إذا صرنا أوفر ما راح نقدر نرجع البحرين، فنضطر نروح الفلبين عندنا طاقم. هذه حسب القوانين والأنظمة المعمول فيها دولية. نعم يعني جميل جدا. إحنا قاعد نطلع أن عنصر الابتكار قاعد يكون موجود في الحلول اللي قاعدين تتخذونها في هذه الأزمة. أكيد راح نواصل معك هذا الحديث الشيق، لكن يعني عندنا تقرير يستعرض تفاصيل رحلات قبل بدايتها وحتى وصولها إلى أرض الوطن. خلنا نتابع معكم ونرجع نواصل حديثنا. يعني فواز، من الموضوع الجميل غير ان الابتكار ان شلون استغلوا مساحه الطياره
ان يعني القبطان هو نفسه اللي كان القبطان وليد هو اللي يطير الطياره. انا ما عرفتم الكمام يعني في الحقيقه. كنت انت موجود قبطان وليد على الطياره؟ نعم اي قمت انا بالرحله مع الاخوان. رحنا طبعا اربع طيارين طاقمين سبب المسافه او المده الموجوده. والله كفو عليكم والله. يعني هاي البحريني يعني الشغل على الارض والاداره هاي بروحها يبي لها قلب ويبي لها هم، وخصوصا في وقت الازمات. لا وبعد نشوف ان القبطان قاعد يطير الطياره نائب رئيس تنفيذ للشركه. نعم. نفسه هو اللي يقوم بالرحله. والله احنا اقتنبناها فرصه لان كانت ويكند، فيعني كان عندي مجال، والرحله كانت طيبه لان طلعنا 12 الظهر فطرنا طول اليوم ورجعنا يوم الثاني الساعه 7:30 صباحا. الله يعطيكم الصحه. فيعني في الليل ما كان في اشكاليه. الله يعطيكم الصحه والعافيه. بالعكس هذه هو البحرين اللي تشوفه موجود في كل مكان، في اكثر من مكان، وخصوصا في مثل هذه الازمات. الجندي المستعد لخدمه وطنه في كل وقت وفي كل زمان ومكان. يعني انا شفت هذا التقرير الجميل جدا، وشفنا شلون الطيارات قاعده تتهيئ انها تستقبل شحنات من مختلف الانواع مثل ما قال القبطان وليد. فهذا الشغل جبار اللي شفناه قبل شوي. الله يعزيكم، يعطيكم الصحه والعافيه عليه، وللكوادر اللي اشتغلت في هذا الجانب ولا زالت تعمل اعتقد. نعم نعم، يعني صراحه احنا فريقنا في طيران الخليج، اسره طيران الخليج، يعني التكاتف عندهم صار في الازمه دي شيء خيالي. اسره واحده. اسره واحده، وصراحه يعني في بعض الرحلات تكون شوي طويله ومتعبه، يعني ما كنا نلزم الطيارين او الكابن كرو مالنا او المضيفين الطاقم الموجود معنا نقول لهم من يبي يتطوع. جميل. وانا كنت اتوقع ان نحصل طاقم، صار عندي ثلاث طواقم. ثلاث طواقم، الكل يبي يطير، الكل يبي يختم، الكل يبي يحاول يقوم بمجهود، فشيء خيال صراحه. لان احنا كنا كاداره ما نبي نخلي ضغط على اي موظف انه يقوم بعمل ما بحاب في الازمه اللي احنا نمر فيها، فكنا نعطيهم الخيار، ولكن ما شاء الله يعني كلهم كانوا مستعدين لخدمة الوطن. وأكيد أنتوا وفرتوا يعني أكيد وفرتوا كل الضمانات وقمتوا بكل الإجراءات الاحترازية. نعم. لحماية هذين الموظفين اللي كانوا يطيرون. لا شك إحنا الحمد لله يعني قمنا برحلات إجلاء لبعض الدول اللي فيها الأزمة كبيرة، قمنا بالإجراءات الاحترازية اللي هي الأزمة سوت اللي هي البدلة كاملة. حسب ما نشوف الصورة الآن. بالضبط اللي شفت الصورة اللي كانوا لابسين الأبيض، الأكمامات، القفازات، فالحمد لله ما عندنا إصابات أثر. الحمد لله. الطيران في رحلات الإجلاء أو الكارغو. الحمد لله. الحمد لله. هاي بروحة يعني شيء مطمن، خصوصاً إن في رحلات راح تؤسسنا فكيد في القريب العاجل، فإحنا هذه بالعكس يعني نطمنهم انه يعني ان شاء الله الامور اذا كانت كل الاجراءات متبعه ان شاء الله كل الامور تمشي على ما يرام. ابشرك احنا بالفعل امس كانت لنا اول رحله لاسلام اباد، بدينا مطارات باكستان بدات تفتح. اي نعم. فامس كانت احنا اول شركه وصلت لاسلام اباد من البحرين. جميل. ما شاء جداً. الله ما شاء الحمد الله. لله. انا برجع حق يعني الشهور مارس وابريل ومي بالتحديد. نعم. بنتكلم عن المعدات، يعني اكثر من 80 من المعدات 80 طن من المعدات الطبيه نقلتها طائرات طيران الخليج خلال الشهر الماضي، و90 طن ايضا منها خلال شهر ابريل. لو تكلمنا عن هذه الرحلات بالتحديد. نعم. الله يسلمك، احنا عندنا شقين مثل ما ذكرنا اللي هو المواد الغذائيه اللي تم نقلها، فنتعامل مع التجار في البحرين. جميل. ويحددون الكمية اللي يحتاجونها، وبعدين نقوم بالتواصل مع المطارات اللي راح ننقل منها الشحن من خلال وزارة التجارة والصناعة. نعم نعم، وزارة التجارة والصناعة تشتغل معنا. أول رحلة يعني حتى وكيلة وزارة التجارة هذه كانت موجودة ويانا في استقبال أول رحلة. ما شاء الله. جميل جدا. في تعاون يعني في روح وعلى اثر وطنية. هذا الشيء ما قصرنا ولا اي شيء، يعني شفنا كل شيء، كل بالضبط. المنتجات موجوده في الاسواق، وشفنا حياتنا تمشي طبيعيه، بينما ان شفنا بعض الدول عاشت فتره ارتباك خوف من نقص المخزون. كان في نقص بعض الدول. نعم. صحيح. لا احنا الحمد لله امورنا طيبه. وافتكر حسب ما قريت وعرف ان وزاره التجاره او حكومه البحرين قالت ان تبي يكون عندنا مخزون لقرابه 6 شهور. صحيح. فاحنا نتعامل مع التجار لجلب المواد الغذائيه نتاكد ان المخزون دائما يكون موجود، فما عندنا نقص ان شاء الله. هذه من جانب المواد الغذائيه. نعم. في ايضا 90 طن من المواد ايضا الصحيه على ما اعتقد. المعدات الطبيه. نعم، المعدات الصحيه هاي طبعا الكمامات. هاي في شهر ابريل فقط 90. اي نعم اي نعم. هذه الرحله اللي عرضنا الفيلم قبل شوي هذه الله يسلمك كان فيها 22 طن. 22 طن. اي نعم. من المعدات الطبيه والصحيه. نعم. فيعني عدد كبير وكمية كبيرة، يعني أنت الكمام اليوم اللي تستخدمه
جرامات من صحيح. الوزن فعلا. فلما تتكلم عن 22 طن بين قفازات وكمامات كم مليون كمام يعتبر او ملايين يعني ما شاء الله البحرين كل شيء فيه واحنا قاعدين نطالع في السوبر ماركتات والصيدليات ما قصرهم شيء واحنا من نحتاج شيء على طول نلاقيه فعشان كذي حتى المواطن من كثر راحته ما في داعي انه هو حتى يخزن في بيته لان على ثقه بقياده هذه البلد اللي فعلا لما وعدوه قالوا له لا تحاتي ترى راح نوفر لك كل هذه الامور لمده 6 اشهر قدام احنا قاعدين نلمس هذا الشيء والحمد صحيح. لله ان شاء الله نطلع من هالازمه قريب جدا ونشوف يعني واحنا ما تاثرنا بها من هذه الناحيه تحديدا ونسمع قصص نجاح مثل ما نشوف اليوم طيران الخليج شلون نقلت لنا كل المعدات اللي نشوفها متوفره في الديره اكيد بالفعل لو نرجع مره ثانيه حق الاجراءات والضمانات اكيد كان لكم تعاون مع وزاره الصحه لو تكلمني عن نوع هذه الشراكة خصوصاً في أن الأزمة اللي عندنا أو التحدي اللي عندنا هو تحدي طبي في يعني صحي في المستوى الأول شلون كانت التنسيق معهم شنو كانت الأدوار اللي بينكم وبينهم هم فريق ممتاز بروفيشنال صحيح الواحد يفتخر أن يكون شريك معهم أنا أتعامل مع الدكتور وليد المانع نعم والنعم فيه وطاقم إدارته فرحلات الإجلاء كان مهم جداً أن يتم التنسيق بيننا وبينهم لأن كان في تخبرون لما ترجع الطيارة لازم يسوون الفحوصات ونتأكد من إمكانية الطاقم الطبي لاستقبالهم لو كان في إصابات والأمور هذه فكان في تعاون على طول الخط عندنا برنامج معين أي يوم في الأسبوع وممكن يتغير لو الإصابات في الرحلة اللي قبل أقل ممكن نقدم الرحلة فيعني كان عندنا البروجرام يتحرك شوية حسب المطلوب فتعاوننا معهم طول الخط في بعض الرحلات تعاونوا ويانا أعطونا دكتور ونرس يطير مع الطاقم يأخذون المسافرين يتأكدون من سلامتهم هاي في رحلات تأمين عودة المواطن نعم تأمين فتعاون مستمر بعدين الفحوصات اللي يقومون فيها لطاقمنا بعد الوصول من أي رحلة إذا كان في احتياج للحجر نتعاون معاهم فيعني تعاون مستمر وإن شاء الله إلى الأمام بإذن إن شاء الله إن شاء الله بيتم مستمر بإذن الله يعني أنت ذكرت في بداية حديثك أن يعني شركة طيران الخليج والناقل الوطنية هي من ضمن الشركات القليلة جدا اللي استمرت في عملها خلال الأزمة هذه الأزمة العالمية أزمة جائحة كورونا ممكن تكلمني شلون قدرنا وشلون قدرت طيران الخليج لما أقول قدرنا لأن هذه شركة وطنية وناقلة وطنية فأنا أتشرف لما أقول شلون قدرنا أكيد. أمثل هذه الشركة أكيد إحنا هاي صقر ذهبي هذه كلنا إحنا صقر ذهبي من أجمل الشعارات اللي نزالت يعني في الذاكرة ونطالع طيران الخليج تحس إن قلبك يرف هذا شيء بحريني براند بحريني فأكيد كلنا شنو قلت الكلمة نتشرف إن لا 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 نقول كلنا شلون قمنا شلون قمنا ووصلنا بتسير الرحلات والله مثل ما قلت لك يعني النظرة كانت إن ما نوقف طيران فطبعاً هذه أكيد فيها علاقات أيضاً طبعاً يعني أنت لما عندك علاقات سياسية على مستوى السياسي تحب إن الجسر يكون مفتوح فإحنا مثلاً من أهم الدول اللي نطير لها اليوم بريطانيا صحيح. لندن وعندنا تعاون كثير معها هذه فتمت الرحلات واصلت ما وقفناها ألمانيا والله يسلمك فرنسا كذلك الفلبين يعني إحنا اليوم نتعاون مع بريطانيا مثلاً عندنا عدد كبير من الفلبينيين يشتغلون في المراكب والأمور هذه اللي هم سيلزمن أو رجال البحرية ننقلهم في عدد كبير منهم ينتقل من بريطانيا إلى فإحنا جسر جوي يعني ففي ناس نعم تنزل البحر بعد كان في يعني مسامحة على هالموضوع حتى كان في أحد من وزارة الخارجية أكد لأننا تم نقل عدد من البريطانيين اللي كانوا موجودين في الهند لبريطانيا نعم فيعني نعم فعلا لولا العلاقات الدبلوماسية القوية والمتينة ومركز البحرين اللي فعلا المهم وبناء علاقات قوية وطيدة بين هذه الدول ما كان هذه الأمور صحيح احنا يعني كذلك يعني حتى حق الفرنسيين والالمان احنا قمنا يعني عندك اللي في الفار ايست يعني مو قادرين يرجعون دولهم اللي في اوروبا فاحنا كنا نرجعهم اوروبا من شرق وبعدين اسيا الى اوروبا وبعدين هم فصرنا جسر بين الشرق والغرب جميل وكذلك نزول البحرين وهذه البحرين من القدم من ايام التجاره من ايام الغوص من ايام تجاره اللؤلؤ كانت البحرين هي يعني
المقر الرئيسي للتبادل التجاري ما بين الشرق والغرب. نعم. الأهمية الجغرافية ما زالت متغيرة. نعم. هذا الموقع اللي كانوا على طول يركزون عليه في كتب التاريخ والجغرافيا، ففعلا احنا اليوم قاعدين نشوفه. شفناه بعيننا الحمد لله. واكيد مثل هذه الأزمات قاعدة تعلمنا اكثر وتأسس عندنا وتعزز عندنا شلون نقدر نفتخر بهذه الديرة اللي قاعدة فعلا تسوي كل هذه الأمور. صحيح. حتى لو نتكلم على مستوى الناقلة الوطنية وخصوصا في جانب التعاون مع هيئة شؤون الطيران المدني وايضا المطارات في مختلف الوجهات الناقلة، لو تكلمنا عن علاقاتكم معها، احنا ندري ان الموضوع مو سهل، يمكن المشاهدين اللي قاعدين يسمعونا اذا نقول والله سيارنا رحلة من هني لهني، لازم يعني اكيد في امور وترتيبات كثيرة انتم تقومون فيها، خصوصا في ظل ان معظم مطارات العالم كانت فعلا مسكرة. والله بداية كل دولة سيادية لها امورها واختصاصها وطلباتها وشروطها، فاحنا نكون على تواصل معاهم، ولما اني نحتاج ان نسير رحله الى هذا البلد لازم نطبق كل قوانين البلد اللي راح يستقبلنا. في بعض الدول تحتاج حجر، بعض الدول تحتاج حتى فحوصات تكون كل المسافرين مفحوصين قبل لا يصلون مع شهادات واشياء اخرى. بعض الدول تحتاج ان نرش ونثبت لهم ان طهرنا الطائره قبل اقلاعها في بروسيجر معين، يعني في بعض الدول تفرض على الشركه الناقله الجويه اللي راح تنزل مطارها. نعم نعم. طبعا مطار البحرين علاقتنا اخويه ممتازه، التعاون مستمر على شكل يومي مع بحرين ايربورت كمباني، مع الطيران المدني البحريني. فاحنا عندنا تواصل وثيق يعني يوميه على تواصل معاهم، نشوف اخر المستجدات المطلوب من اياتا من الاياسا، يعني المؤسسات العالميه اللي تخص مجال الطيران دائما عندها اشياء جديده تخص الاوضاع اللي احنا فيه والتطورات، فدائما احنا نتعاون معاهم. مثلا اليوم كان عندنا اجتماع عن كيف وصول المسافر لمطار البحرين، لما تبتدي المطارات تفتح كيف بنتعامل وياهم، شنو نقدر نساندهم، شلون نقدر نثقفهم، شلون نتاكد من سلامتهم. ففي هو يعني خلينا نقول بالانجليزي نقول لونج بروسس، يعني عندك مراحل كثيره لازم كلها تمشي مضبوط على اساس سلامه المسافر وشركات الطيران والدول. اكيد، واحنا خصوصا الحين قاعدين نشهد اقبال ان في عدد من المطارات حطت تواريخ معينه ان راح تفتح فيها، وقاعدين نشوف ان الاعداد قاعده تتزايد، فاكيد حركه الطيران راح تنشط خلال المرحله الجايه، مما يؤكد على لازم يكون في اجراءات واضحه حتى لمملكه البحرين، سواء في استقبال المسافرين لها او حتى المغادره المسافرين منها. هذه لا شك احنا مثل ما قلت لك يعني دائما على تواصل مع الجهات المختصه في البحرين. نعم. لتامين، والخطط اللي توضع يوميه تتغير، يعني مثلا على سبيل المثال الهند كان المفروض تفتح آخر الشهر مايو، مددوا أسبوعين. أي دولة تحط يعني قرار أنها بتفتح بعد مثلا نص الشهر، قرابة نص الشهر تقول لك لا أنا أحس الأوضاع ما زالت عندي إصابات ووفاة فراح نمدد شهر أو أسبوع أو شهر اللي هو. فالقرارات والاستعدادات تتغير طول الوقت، وهذه تربكم بالتأكيد وتربك. لا شك لا شك، يعني أنت لما أتي تفتح طيارة وتبتدي الناس تبتدي تحجز. هذه النقطة مهمة جدا، أنا راح أرجع لك فيها وبتكلم معك فيها بإسهاب بالتأكيد، لأن في عدد من المسافرين اللي عندهم التجارة العالمية ودهم يسافرون ودهم يخلصون أمورهم التجارية والبزنس عن طريق الناقلات الجوية، وخاصة شركة طيران الخليج اللي احنا ما نستغني عنها أبدا وما نسافر إلا عليها، سواء رحلات خاصة رحلات عائلية وغيرها. عموما خلينا نشوف معاكم التقرير اللي يوضح جهود طيران الخليج في الرد على الاستفسارات في بداية أبريل، وأيضا جهودها خلال الفترة الاستثنائية اللي يشهدها العالم أجمع. خلينا نشوف معاكم وراجعين بالتأكيد.
لازلنا مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة والحديث عن الناقلة الوطنية شركة طيران الخليج. يمكن البعض من المسافرين عندهم يعني نظام الولاء أو النقاط أو البطاقة الخاصة بالعضوية في بعض الشركات الطيران ومنها شركة طيران الخليج. فبعض المسافرين يستفسرون القبطان وليد، يقول لك أنا عندي أميال، هذه الأميال يمكن تنتهي مع نهاية شهر 5 أو مع نهاية شهر 6، فهل تعتبر راحت عليه هذه الأميال؟ اكيدا لا، احنا لا شك ان راح نعمل استثناءات للظروف اللي نمر فيها، فاي بطاقه او اميال راح تنتهي او كان المفروض انها تنتهي صحيح. راح يتم تمديدها واعطاء المسافرين فتره اطول لاستخدامها. يعني الامور طيبه ان شاء الله، لا تحاتون يعني. لا تحاتون، لا الامور طيبه في الحفظ الصون. في الصون، نعم في الحفظ الصون. يعني اكيد السفر في زمن الكورونا ما يشبه يعني السفر في الايام العاديه، هل راح نشهد اي تغير على الطائره سواء بناحيه المقاعد، ناحيه الكراسي او حتى طريقه الرحلات؟ والله في تغيير، امانه في تغيير. يعني احنا لما بدينا نتعامل مع الجهات المعنيه بالطيران كان لازم نغير طريقة التعامل مع المسافرين. فاليوم مثلاً ما نشيل البطانيات أو البلانكتس لأن ممكن الفيروس يبقى عليهم. صحيح. الوسائد أو كذلك الأكل، في الماضي كنا نستخدم طبعاً صحون عادية والشوك والكفار، اليوم لا، هاي الموضوع انتهى. نقدم وجبات بتكون في على تستخدم مره واحده فقط، استخدامها مره واحده وترمى في الزباله، لان ما تبي انت تاخذ الريسك ان ممكن ان المسافر عادي الكرو او العكس. شنو بخصوص المقاعد، قرب المقاعد بعضها البعض؟ يعني نعرف ان في الطياره كل واحد كتفه في كتف اللي يمه، فهل في اي تغيير راح يصير؟ نعم، احنا الحين نزلنا برنامج اللي هو سميناه الجولدن رولز او القوانين الذهبيه. نعم، فنوضح فيها بعض الامور هذه. بالفعل احنا اليوم طبعا ممكن لان ما في مسافرين كثار فعندنا امكانيه كبيره، فنشوف الرحله كم عدد المسافرين فيها ونحاول نبعدهم عن بعض باكثر امكانيه. جميل جدا. نعم، انا والله ما ودي اخلص هذا اللقاء معك قبطان وليد، الحديث معك شيق جدا وممتع خاصه لما يتعلق بشركه وطنيه وبالسفر. وبالسفر نحكي السفر. لا احنا لازم ناخذ لنا سفره احنا ثلاثه ويا بعض ان شاء الله لما تنتهي أزمة الكورونا، احتفالا بانتهاء الأزمة. والأخوان في الكنترول خلكم أنتوا، إذا هذه بنعطيكم الصور وبنطرش لكم أول بأول. كلهم يقولون يابونيون. ما عدا المخرج يقول أنا ما بقعد، يقول لا المخرج أول واحد إن شاء الله، بس يخلص هذه المحنة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب نطير فيها الصقر الذهبي ونحلق ونعيش حياتنا مثل ما كنا نعيشها قبل. يعني أكيد كل الشكر لك القبطان وليد عبد الحميد العلوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا، ما قصرت، استمتعت باللقاء معكم. احنا اكثر استمتعنا. مشاهدينا خلكم معنا، متواصلين معاكم في مجتمع واعي لكن بعد الفاصل. اكبر مشكله في كورونا انك ممكن تكون مصاب وانت ما تدري، اقصد انك تعيش يومك طبيعي ما تحس باي اعراض، بس في الواقع تنقل العدوى الى شخصين او ثلاثه، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلاً لو هالشخص ما زار صديقة، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط، ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. بالعز محج
صحافتنا الوطنية شريك فاعل في مكافحة انتشار فيروس كورونا في مملكة البحرين، واليوم فريق برنامج مجتمع واعي اختار أحد الأعمدة بصحيفة الوطن للدكتورة يمنى أحمد يوسف بعنوان الادخار في زمن الكورونا. خلنا نتابع معاكم بعض ما كتب في هذا المقال. لقد اتخذت حكومة مملكة البحرين عدة مبادرات لمساعدة المواطنين والمقيمين والشركات على التحكم في إنفاقهم والتخفيف من الآثار المالية لكوفيد 19 من خلال حزمة تحفيز اقتصادي شاملة قيمتها 4.3 مليار دينار بحريني. وتشمل هذه المبادرات تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من الأفراد والشركات للأشهر أبريل ومايو ويونيو، وإعفاء الأفراد والشركات التجارية من رسوم البلدية والعمل لمدة 3 أشهر بدءا من شهر أبريل، وتأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، ودفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص للأشهر أبريل ومايو ويونيو، وزيادة تسهيلات قروض البنك المركزي ورفع قدرة الإقراض إلى ما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني للسماح بتأجيل الأقساط وتمديد التمويل الإضافي. ونتيجة لذلك فقد استفاد الكثير من هذه المبادرات الحكومية، لذا فإنه يتوقع من هؤلاء أن يقوموا باستغلال الأموال الزائدة عن الحاجة في الادخار أو الاستثمار. يجب أن نستفيد من هذه المحنة لجعلها منحة لتحديد الأولويات في الإنفاق وتحويل الادخار لأسلوب حياة من أجل حياة مالية أكثر استقراراً وأماناً. طبعاً للحديث أكثر عن مقال الادخار في زمن كورونا يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف كاتبة المقال الدكتورة يمنى أحمد يوسف، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين. مساء الله بالخير دكتورة، وإلى أي مدى تعتقدين أن جائحة كورونا هي فرصة مناسبة للادخار؟ مساء النور أخوي فواز وأختي لول، ومشكورين على الاستضافة وعلى برنامجكم الحلو، يعطيكم العافية. طبعا نفس ما تعرفون كل الناس قاعدة تطالع الأمور السلبية من جائحة كورونا كوفيد 19، ولكن هناك جانب إيجابي نفس فكرة الادخار. طبعا الكورونا أثرت على وايد مجالات في حياتنا، ومن أهمها الإنفاق. وايد بنود في ميزانية الأفراد تغيرت بسبب كورونا، نفس بسبب طبعا إغلاق المحلات، الألعاب، الأماكن الرياضية، تأجيل المناسبات والأعراس وهالأشياء، وهاي الأشياء كانت طبعا تأخذ من ميزانية الأفراد. طبعا هاي البنود ما صارت موجودة، فراح المفروض الواحد يصير شوية ذكي ويستفيد من هاي البنود ويستخدمها في الادخار. نعم. وبعدين بعد يعني واحد ما يقدر يقول ان فكره الادخار سهله، لان طبعا خلال هالفتره وسالفه الناس قاعده في البيت هاي ياثر على فكره الشراء العاطفي، which we call it emotional buying. ناس وايد من صارت تتجه على التسوق عبر الانترنت واستخدام الوجبات السريعه والمطاعم والدليفري وكذي، عشان تبي تثبت حق روحها ان هي للحين الحياه ماشيه تمام وكل شيء اوكي وهاي. ولكن يعني احنا ننصح الجميع بالاستفاده من هاي الفتره اللي احنا فيها، لان احنا وايد تعلمنا اشياء. الافراد معظمها تعلمت فكره ان شنو الاولويات وشنو الاشياء الضروريه اللي لازم يعني انفق فيها. دكتوره، اذا هل هي فتره مثاليه للادخار وتغيير السلوكيات ولا لا؟ انا اسف على المقاطعه، أكيد ولكن أكيد من خلال سياق الاجابه. اكيد اكيد هي فتره يعني ذهبيه للادخار اذا تبي تقول، اذا الواحد كان ذكي كفايه. طبعا ما نقدر ننسى نفس ما انت قلتوا في البدايه ان حكومه مملكه البحرين مشكوره وايد، يعني حطت حزمه اقتصاديه بمبلغ 4.3 مليار دينار حتى تخفف خفف على المواطنين والمقيمين. فرح يعني هاي مثل ما هم مثلا اخروا والاقساط القروض، وهاي يقدر مثلا المواطن يستخدم هاي الفلوس الزائده حق الادخار. نعم. برايك دكتوره هو شنو العائق الاكبر اللي يمنع يعني ادخار الشخص لامواله الشخصيه؟ طبعا الاسلوب الحياه، يعني لان مثلا فكره الادخار مو يعني هي
تعتبر اسلوب حياه، لان في ناس مو متعوده عليها. صحيح. فراح بيكون صعب عليهم فكره الادخار. وبعدين من ضمن الاشياء اللي وايد تساعد على الادخار فكره ان الواحد يكون عنده هدف حق يستخدم هالفلوس اللي بيدخرها حق شيء معين. صح. هاي يحفز الادخار. نعم. يكون اوريدي مخطط وحاط يعني بند في ميزانيه الشهر حق كل اسره ان هي تكون خصلتها حق الادخار، لانه بيستخدمونه حق شيء مثلا حق سفر في الصيف، حق مثلا شراء شيء معين. هاي وايد يساعد ويشجع على الادخار. صحيح. تطرقتي دكتورة في مقالك إلى الحزمة المالية، كيف ترين الحزمة المالية والإجراءات الاقتصادية اللي أقرتها الدولة في هذه المرحلة لدعم المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة هذه الجائحة؟ طبعا يعني نفس ما قلت، حكومة المملكة البحرين مشكورة قامت بمجموعة من المبادرات، نفس مثلا إن هي تكفلت بفواتير الكهرباء والماء والبلدية حق 3 شهور، نفس مثلا دفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، نفس مثلا هم بعد تأجيل القروض لمدة 6 شهور. طبعا كل هالأشياء يعني نوع من المساعدات حق المواطنين وحق الأفراد والشركات في نفس الوقت، على أساس أن هي تخفف عنهم تأثير فيروس كورونا COVID-19. طبعا فكرة الادخار لازم بعد نشير لها، اللي احنا قاعدين نتكلم على الادخار للناس اللي رواتبهم ما تأثرت. في ناس طبعا فئة من المجتمع رواتبهم تأثرت أو يعني أو حتى توقف مدخولهم، هاي ما نقدر نقول لهم يقدرون يدخرون في هالفترة. يعني صحيح. احنا قاعدين نتكلم على الأفراد اللي ما تأثرت رواتبهم، ويعني الحكومة حاولت على قد ما تقدر اللي هي تقلل الفئة يعني اللي هي متأثرة بالكورونا. نفس مثلا ما قلنا اللي هما قاموا بدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص. طبعا هاي كانت خطوة جدا جدا مهمة وجدا ساعدت في تقليل وتخفيف أثار الجائحة. صحيح. طبعا دكتورة مقال مميز ويقدم أفكار جدا جميلة في الاستفادة من هذه الجائحة أو فترة هذه الجائحة. الدكتورة يمنى أحمد يوسف، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أخوي. شكرا. حياكم الله من جديد. في هذه الأزمة الصحية اللي نمر فيها، أكيد تطرأ على أذهاننا العديد من الأسئلة الملحة عن الفيروس أو غيرها من الأمراض. فريق الإعداد خصص فقرة سؤال لطبيب، طبعاً للرد على الأسئلة المتداولة. والله يعني بالفعل إحنا فعلاً نحتاج هذه الفقرة. أكيد الأطباء يا فواز ما يقصرون ويانا وراح يعطونا الأجوبة الوافية، وأكيد يعني سؤال اليوم راح يرد عليها إن شاء الله الدكتور محمد البلتاجي استشاري طب أطفال. خلنا نتابع معاكم ونرجع. التغذية من الأشياء المهمة جدا في رفع مناعة الأطفال، خاصة في الفترة اللي احنا بنمر بيها الحين وهي جائحة كورونا. لرفع مناعة الطفل عن طريق التغذية يجب علينا ان احنا نحرص على ان الطفل يحصل تنوع غذائي كافي ما بين البروتين والدهون والكربوهيدرات، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإكثار من الكربوهيدرات والدهون نتيجة لأن إنفاق الطاقة ضعيف نتيجة لعدم لعب الأطفال وعدم خروج الأطفال نظرا للظروف اللي بنمر بيها. الفواكه من الأشياء الهامة جدا
لعطاء الطفل ما يحتاجه من فيتامينات واملاح معدنيه هامه جدا لنمو الطفل والجهاز المناعي. يفضل الطفل ياخذ تنوع من الفواكه ومعدل 4 أنواع من الفواكه، مش شرط يكون كميه كبيره لكن على الاقل يكون في تنوع فيها. يفضل الفواكه ذات اللون الاحمر او الاخضر لانها بتحتوي على ماده تسمى بالفلافونويد الهامه جدا للجهاز المناعي. اعطاء الطفل معلقه عسل صباحا ومساء بيؤدي الى رفع المناعه بشكل كبير جدا، خاصه ان العسل بيحتوي على اجسام مضاده للفيروسات وللبكتيريا وعلى بعض العوامل اللي بترفع من الجهاز المناعي بشكل عام. الفيتامينات هامة جدا للجسم، خاصة فيتامين د. فيتامين د للأسف شديد بنعاني من قصور شديد في أطفالنا في منطقتنا. يمكن الحصول على فيتامين د عن طريق الشمس، التعرض للشمس نص ساعة كل يوم عن طريق الخروج في البلكونة أو على سطح المنازل، أو تناول بعض الأطعمة زي السلمون والتونة، دي بتحتوي على كميات كبيرة من فيتامين دي. فيتامين سي موجود في الفواكه الحمضية زي البرتقال والليمون والكيوي والفراولة والجوافة. فيتامين سي أنتي أوكسيدنت مهم جدا، مضاد أكسدة مهم جدا لرفع مناعة الجسم. فيتامين اتش أو ها أيضا من مواد الأكسدة الهامة جدا لرفع مناعة الطفل. الزنك من التريس إليمنت أو بنسميها العناصر النادرة، لكن برغم من وجودها بكميات بسيطة في جسمنا إلا أنها هامة جدا للجهاز المناعي، سواء كان الخلايا البائية أو التائية المسؤولة عن مجابهة الفيروسات والبكتيريا. التناول الأطعمة الغنية بالبكتيريا النافعة أو بنسميها البروبيوتيك مهم جدا. البكتيريا النافعة هامة جدا لرفع كفاءة الجهاز المناعي، خاصة البورتال إميونيتي أو بنسميها المناعة البابية اللي هي الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، موجودة بشكل جيد في اللبن، الزبادي، الأغذية المخمرة زي المخلل المنزلي. الحاجات دي كلها بتؤدي إلى رفع مناعة الطفل. لو الأم بترضع طبيعي حتى لو هي مصابة بالكورونا يجب عليها الاستمرار في الرضاعة الطبيعية. يمكنها إن هي تعمل إكسبريس للبريست ميلك أو سكويزنج للبريست ميلك وإعطاء الحليب للبيبي، مع أخذ في الاعتبارات الإجراءات الخاصة بالوقاية زي مثلا اعتداء الكمامات الخاصة بالوقاية وسكويلينج للبريست ميلك أو عملية شفط الحليب وإعطائه للطفل، وإن شاء الله نعدي على المشكلة دي بخير إن شاء الله. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ التصوير لما يوثق لحظاتنا الحلوة، لكن كل هاللحظات ممكن تختفي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا أبو أحمد أعاني من أمراض مزمنة، الموضوع اللي يسهل إصابتي بالعدوى إذا اللي حولي ما خذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك. حياكم الله من جديد، والإيجابية لازم تكون موجودة. وابتسامة لولو اللي شفناها أول أمس يوم أنا سألش لولو عن نصف المجتمع لولو ما شاء الله عليها كلها إيجابية، وأنا أتمنى أن أكون إيجابي وياك. لا والله أنت إيجابي صدق والله. إن شاء الله بنستمر في الإيجابية. في ظل أزمة كورونا في العديد من المواطنين والمقيمين الملتزمين بإجراءات التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل والبقاء في المنزل لساعات طويلة. أيوة والله طبعا سيدي. هذه الفترات الطويلة اللي نقضيها في البيت مع أهلنا وعيالنا أو حتى بروحنا،
خلقت لنا وقت فراغ، وهذا الوقت ممكن ان احنا نستغله استغلال صحيح وما نكون محبطين، او يمكن نستغله استغلال ثاني وما نعرف شو نسوي ونحس بالملل والضيق والزهق وكل شيء. شلون نحفز نفسنا؟ هذا السؤال يطرح نفسه. يمكن هذا السؤال يطرحونه الكثير بالعوائل، شلون نحفز نفسنا وشلون نستفيد من وقتنا ونطور مهاراتنا؟ هذه الاسئله من بيجاوب عليها؟ طبعا مو بلولو ولا انا، جاوب عليها ضيفتنا في الاستوديو الخبيره في مجال السعاده والايجابيه الاستاذه هاجر ناصر الفضاله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسعاده والايجابيه. احنا نضحك اكثر منك استاذه هاجر. مصدق عارفه واز قبل ان ندخل في الموضوع، هذا اللقب او هذه الصفه صدق تعادل كل الالقاب اللي في الدنيا. شنو سفيره ايجابيه؟ اي أيوة والله. يا هلا ويا مرحبا. من ما يبي الايجابيه ومن ما يبي السعاده والفرح تغمره، بتنسي كل شيء. صح. تعب الشغل وهموم العيال، هموم البيت وغيرها من الامور. بدايه خلينا نتكلم في موضوع الوقت الطويل، الاشخاص اللي قاعدون في البيت وجالسين، واللي يقول لك ما عندنا شيء نسويه، واللي يقول لك ما عندنا برامج نسويها، شلون نقدر نستغل الفتره؟ أول شيء حبيت أمسي عليكم بالخير أخوي فواز وأختي لولوة، وسعدت بالاستضافة اليوم. بعدين جائحة كورونا دائما أقول هي منحة وليست محنة. منحة ربانية. جميل. لأن أول كنا دائما نشتكي من الوقت. صح. ما عندنا وقت، أبى أسوي رياضة ما عندي وقت، أبى أسوي موهبة عندي أنميها ما عندي وقت، أبى أقعد مع عيالي ما عندي وقت. زين الحين الله أعطانا وقت لمكاننا. صح. الحين فليش أنا أخذ الأمور بسلبية؟ أوكي أنا قعدت في البيت، لكن هاي فرصة أنمي مواهبي، أكون مع عيالي أكثر. فخلال هالفترة يعني يانا ما شاء الله رمضان السنة في البيت. نعم. ويانا العيد في البيت، فالحمد لله يعني ما حسينا صراحة عن نفسي وعن عائلتي ما حسينا بهذا الشيء. جميل. كنا دائما نطبق تمارين، نسوي مثلا طبقنا هرمونات السعادة الأربعة. الله شنو هذين الأربعة؟ السعادة الأربعة. حلو المسمى. هرمونات السعادة الأربعة، ما بقول مسمياتها العلمية، راح بقول مسمياتها اللي في ارض الواقع السهله المتعارف عليها. تفضلي. فعندنا هرمون اول شيء الرياضه. الرياضه حلو. دائما نبي نسوي رياضه بس ما في وقت. انزين الحين انت قاعد في بيت ولا في شقه ولا في عماره ولا في اي شيء، تقدر تلعب رياضه ولا ما تقدر اخوي فواز؟ اي اقدر العب رياضه. اقدر العب رياضه، عندي اذا في حديقه البيت او في الغرفه اسوي تمارين الاستطاله، تمارين المشي. فاذا لعبت رياضه شنو بحس؟ بحس ان انا بالسعاده، بالايجابيه. الضغط اللي قاعدته في البيت يسوي شوي نوع التاتش بين الاهل مع بعض. بالضبط. شوي يبون يفرقون اللي فيهم. لا مدارس ولا شغل. نعم. متفرقين حق بعض، فنطلع اللي فينا في الرياضه. صح. فاشوف ان عقب اريد اتعامل مع بناتي احسن، مع زوجي احسن، مع المحيطين معاي. فذي شيء طبقته انا والبنات في البيت. جميل. ممتاز. هذه الشرط الاول، هذه الرياضه عشان نضبط نفسيتنا عشان اهلنا ما يشردون مننا. نضبط نفسيتنا واجسامنا. واجسامنا وين وين؟ مع اننا نشوف العكس، ترى كثره الطلبات من المطاعم زايده، كثره هني انت تفنن في الطبخات. هني التكنيك، انت شلون تتحكم في روحك. ايوه هني شلون تقودين المنزل. بالضبط. هذه الشرط الاول، عرفنا الرياضه. الرياضه ثاني الشيء الثاني اللي هو العطاء. العطاء. انت اذا خدمت انسان ثاني او خدمت ديرتك تحس بكميه من السعاده، كميه من الايجابيه. فأنا ذي شيء طبقته على نفسي أول شيء. صحيح. حملات التطوعية ما شاء الله بحرين متروسة حملات بالفعل. تطوعية بالفعل. وهذه المواطنة والوطنية في الأزمات تطلع، مو شعارات أقولها وخلاص. صح؟, صح؟, صح. فأنا طبقت هاي الأشياء بنفسي، وبعدين أشوف البنات عجبهم الموضوع، ما ماخذينا معاش في التطوع شو تسوي؟ فكنا نطبق مع بعض مع التباعد الاجتماعي. جميل جدا. وابواب التطوع مالها يعني مالها مساق او مالها حد فعلا. صح. يعني مو لازم احنا نقول حملات تطوع وفيها صغار يعني لازم يروحون يعقمون او يروحون يكون في الصفوف الاولى، لا ابدا. يعني في هذه الفتره احنا شفنا ان احنا عشان نخدم ديراتنا في ألف وجه ووجه نقدر فيها نخدم هالمجال. انا خل اضيف على لو بعد تطوع اليوم بعد مع عوده المساجد ان شاء الله، في متطوعين في المساجد لتاكيد تباين وتباعد الصفوف. بالضبط. ففي حملات تطوعيه عشان تعقيم، في حملات تطوعيه عشان توعية، في حملات تطوعية حتى مع وسائل التواصل الاجتماعي يقدر الواحد إذا عنده موهبة باللايف يعلم الناس الغير. بالفعل. يعني تدريب أنا تعليم. صح. ممكن إنه يسوي أي شيء. يعني أنا أعرف بعض الجماعات من الصغار اللي قاموا يسوون دروس. صحيح. يعطون دروس افتراضية عن بعد للطلبة اللي فعلا عندهم مسائل صعبة، أو يقول أنا تعال كلمني في أي وقت أو ندخل نسوي اجتماع ونحل المسائل مع بعض. هاي جدا جميلة وتعزز عندهم روح العطاء وغير مكلفة. مش بتحتاج تلفون أو لابتوب ولايف وخلاص كملنا وانتهى الموضوع. وانتهى الموضوع. وأنا طبقت هذا الشيء عبر مبادرة عشان ديرتك أبدع من بيتك. خصصت ساعة في اليوم كل سبت كل أحد أن أسوي تعليم أساسيات الكرتون. حلو. عشان الأهل يستفيدون من وقتهم في البيت. حلو. فهذه بعد العطاء. فخلصنا الرياضة والعطاء. شنو تم عندنا؟ الثالث الحب. الحب.
الحب شنو معناته؟ احنا الحين في عندنا تباعد اجتماعي، بس مو معناها قطع صلة الرحم. اقدر اجتمع مع عائلتي مثلا بالزوم، نسوي مجالس مع بعض، اقدر ان انا بالتليفون بالواتساب كول، ان نطمن خصوصا الكبار، اهلنا الكبار ترى هذه فتره وبتعدي وبنلتم مره ثانيه. في رمضان نفس الشيء كنا نسوي على اساس القبقات اللي ما قاعده تصير، فقدناها بس بعد يعني زينه عشان الدايت، صح خسرنا وزن يعني هي زينه وشينه بالفعل. انزين الثالث، الرابع اللي هو الانجاز. الإنجاز. شلون الإنجاز؟ الإنجاز أنت إذا حققت هدف عشان أنت كنت من زمان تشتغل عليه، شنو بتحس أخوي فواز؟ بنجاح وبسعادة وبفرح. بالضبط. شهادة حاولتي تحصلينها أختي لولا وحصلتي، شنو بتحسين؟ نشوة الفرح، قمة الفرح. فهذه هرمون الإنجاز ارتفع عندك. فخلال هالفترة حطينا لنا أولويات. أنا أبي نمي نفسي في الكرتون، أبي أثبت روحي في مجال السعادة، فقاعد أخذ دورات أونلاين أكثر عبر البورد الألماني الأمريكي حتى للهند وصلنا. ما شاء الله. بالضبط. فإحنا قاعدين نعد نفسنا على ذي شيء، ومو أتكلم عن نفسي بس، أنا حتى البنات اللي عندي في البيت، لأن الفئة المراهقات شوي صعبة. نعم. فشلون تجذبهم بالهرمونات الأربعة؟ فأشتغل على نفسي وعليهم. والله دم وصلتي عند موضوع المراهقات، أنا اليوم كنت أكلم صديقتي. حلو. وكنت أقول لها يعني ما شاء الله بناتك مبدعات، ليش ما تخلينهم يسوون بعض الأنشطة؟ كانت تقول لي يفرط مني زمام الأمور في ذي العمر، لولو أنت ما تعرضتي حق التعامل مع مراهقات. صحيح. أو مراهقين، فلان هم مزاجيات يبون ينامون فترة طويلة، يبون شلون؟ شو النصيحة اللي نقدر نوجهها حق صديقتي وحتى غيرها من الأمهات؟ بعد أنا بضيف عليها يعني ترى على الجنسين. أوكي. أي. حق الجنسين الكلام يمشي. أي. تفضلي شنو النصيحة؟ أول شيء المراهقات نفس ما قلتي أنهم مزاجيين، يبون يرقدون، يبون يتواصلون مع صديقاتهم وأصدقائهم، خلال هالفترة مو قادرين يتواصلون مع اللي في سنهم، فشوي تلاقونهم شوي شنو صايرين عصبيين. أي. إذن شنو نسوي فيهم؟ نخفف شوي الأوامر. مو كل أوامر سو افعل ذي، وتشوفوا شنو الشيء اللي يحبونه. أكيد كل طفل، كل مراهق ومراهقة فيه شغف عندهم، شيء يحبونه يبدعون فيه. يعني أنا مثلا البنات واحدة منهم تحب الدايت والكالوريز والأشياء هذه، فقلنا لها يلا خلي أنت المثقفة الصحية مالتنا في البيت، قولي لنا الشيء ذي أوكي ولا لا، ذي الشيء ينزل الوزن ولا لا، شنو نسوي؟ والثاني نفس الشيء على طريقة الميك اب، تعالي يلا روينا شلون نسوي، علمينا، خلينا نسوي ذي. فكانوا كل واحده مع صديقاتها يسوون نفس اللايف المشترك ويطبقون هالاشياء هذه. جميل جدا. فالوقت يمر بسرعه. حلو. اي أيوة والله صديقتي. انا بوقف شوي معاك الحديث في هالجانب، تاخذين راحه شوي. أوكي. وبنرجع عندنا اسئله وايد ما بنخلص، بس اهم شيء ابتسامتنا تكون موجوده، ومن خلالها راح نتكلم اكثر عن مواضيع ثانيه. لكن منظمه الصحه العالميه انشرت ارشادات ونصائح للتغلب على الشعور بالقلق، نفس الارشادات اللي قاعد تقولها ضيفتنا الكريمه هاجر الفضاله. طبعا نستعرض ابرزها في هذا التقرير التالي، وراح نرجع لاستكمال باقي حوارنا مع ضيفتنا الكريمه. خليكم معنا. رجعنا لكم عشان نواصل شلون نقدر ننشر الإيجابية والسعادة وإحنا حتى قاعدين في بيوتنا ولمدة طويلة، وحتى وإحنا ملتزمين بالإجراءات الوقائية وقاعدين في بيوتنا. يعني لو نتكلم عن شنو مثلاً الهوايات أو أبرز الهوايات اللي ممكن نحن نمارسها وبعد نخلي عيالنا يمارسونها وإحنا قاعدين في البيت في فترة طويلة.
وايد في هوايات، اهم شيء ان انت تشوفين شنو الشغف مالهم، شنو اللي يحبونه. زين اذا يحبون ايباد او العاب الكترونيه، هل يعني شلون اقدر احجم من استخدامهم حق هذه الامور؟ اول شيء اذا كان عندهم شغف بالالكترونيات هذه فرصه حلوه ان هم تقولي لهم شلون الحين انا اقدر استفيد من ذي الشيء في ذي الوقت. يعني الحين كل واحد فينا مسؤول يقدم خدمه حق البحرين، انت الحين بالايباد هذه او بالبرامج التكنولوجيه شنو تقدر تسوي تقدم لنا خدمه؟ فاحنا بننصدم اصلا من كميه الافكار اللي عندهم، لان احنا دائما نستقل بافكارهم. لا هم ما يعرفون، لا هم توهم متهورين، توهم مطيورين، لا ترى عندهم مخزون من الافكار يعني تصدمون منها بالفعل. اي وحتى عن الالعاب الالكترونيه والاشياء هذه شلون نقدر نبعدهم عنها؟ يعني بيلعبون، اذا ايش كثر بيلعبون؟ اول كانوا يطلعون، فالحين اذا 24 ساعه بيلعبون بيهم وقت بتمللون منها. فذي مجال الحين عشان يصير الاعمال التربويه مع بعض، الاشياء المشتركه مثلا اعمال يدويه، تعالوا خلينا نسوي ذي الشيء، ايش رايكم ندش اليوم المطبخ ونجرب طبخه جديده؟ اي فكل واحد مثلا اللي بيسوي اليوم طبخه حلوه له هديه. حتى الاولاد ندخلهم المطبخ؟ حتى الاولاد، الاولاد مبدعين اكثر من البنات في الطبخ ترى. في بعض الحريم يخافون على مطابخهم استاذ. طبعا يسرنا ان تنضم لنا عبر سكايب الدكتوره عين الحياه علي جويدة، أخصائية طب نفسي. مساك الله بالخير دكتورة، ودنا نتعرف من خلالك على الأعراض النفسية اللي من الممكن أن تنتج عن فيروس كورونا. تفضل يا دكتور. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. لو جينا نتكلم عن طبعا الجائحة اللي احنا بنمر بيها دي في الوقت الحالي وبيمر بيها العالم كله، الحقيقة من الملاحظات اللي الواحد بيشوفها طول الوقت في الأيام دي زيادة نسبة القلق والتوتر حتى في الناس العادية اللي ما كانش عندها أعراض توتر وقلق قبل كده، الخوف الشديد على النفس وعلى الأسرة، خاصة الناس اللي أشغالها بتضطرها إن هي تتعامل مع عدد كبير من الناس ومن المواطنين، الناس طبعا اللي بتشتغل في المستشفيات، الناس اللي بتشتغل في العيادات، الناس اللي بتشتغل في أماكن فيها كم عمالة، البنوك، كل الكلام ده ومع كل الإجراءات الاحترازية، لكن بنشوف طبعا إن نسبة التوتر والقلق فيهم وحتى في الأسر بتاعتهم في زوجاتهم. الحقيقة بنشوف حالات الزوجات هي اللي عندها خوف وفزع على الأطفال، على الأهل، الأم والأب، الناس اللي ابتدت ما تشوفش أهاليها وما تزورش الأهالي اللي سنها كبير خاصة كان في رمضان والعيد، فطبعا نسبة التوتر والقلق والخوف زادت بشكل كبير. ده حتى في الناس العادية، لكن كمان الأسوأ حصل للناس اللي عندها أمراض قلق وتوتر ووسواس، بدأت تزيد خاصة مع إجراءات النظافة والتعقيم والأجراءات الاحترازية اللي كل الناس بتجتهد إن هي تعملها، لكن زادت فعلا نسبة الوسواس خاصة مع غسل الإيدين وما استعمال الكحوليات في غسيل الإيدين وفي التعقيم والكلام ده كله. الحقيقة القصة ساءت، وبقيت بستقبل تليفونات وبستقبل أسئلة كتير من عدم النوم والتوتر الشديد اللي أثر حتى على التعاملات بينهم وبين أهلهم وبينهم وبين الناس، والتعاملات بين القطيعة اللي حصلت لناس كتير، وناس كتير مش قادرة ترجع بلادها، وناس كتير مش قادرة تنزل تشوف أشغالها، حاجات كتير بالشكل ده الحقيقة زادت كتير في الفترة اللي فاتت. وأعتقد أنه عشان نقلل من حدتها لازم نبقى فاهمين الوضع يبقى ماشي ازاي. نعم شكرا دكتورة، ونتمنى أن تخليك معنا لنهاية الحلقة إن شاء الله. وحين نرجع لك أستاذة هاجر، يعني في ناس نعرف أن هم من بداية هذا التحدي عندهم وسواس، يعني قاعدين يحطون كل يوم حاطين بس الأخبار السلبية وقاعدين يتابعونها وينقلونها حتى داخل البيت، فمن يعني من يؤدي أن هي تسوي جو سلبي داخل ينتشر داخل البيت، شلون نقدر ننصحهم؟ هذا لين يعني فترة تحس أن كلها الدنيا شنو خلاص وصلنا لآخر الدنيا خلاص
ما بنت شافة ما بنت عافة وسواسيين فإحنا لا يعني في البيت مثلا إحنا فترة عقب خلاص ما نشوف التلفزيون ما نقعد نسمع الأعداد اللي قاعدة تزيد. إنزين أنا دائما أقول حق اللي حوالي إن إحنا الحمد لله في بلد مسلم وبلد عربي والمسلم دائما يكون متفائل، فالحمد لله ويا الجانحة اللي صارت شفنا إحنا البحرين على صقرها الجهود اللي انبذلت فيها، الاحتواء حق الكورونا شلون صار مقارنة بالدول الثانية، يعني قاعدين نشوف مثلا أمريكا والدول الأجنبية اللي كانت قدوة لنا في التطور والرقي، ما قدرت تتحكم فيها نفس البحرين. صحيح. فأنا دائما كنت أقول لهم يعني نحمد ربنا على اللي قاعد يصير، قدرنا نحصره، هاي واحد، ثاني شيء ما صار عندنا حظر كلي نفس دول الخليج الباقي. نعم. يعني هاي ميزة بعد احنا يعني نشكر ربنا عليه ونشكر حكومتنا وقيادتنا بفضل الإجراءات الاحترازية اللي مسوينها، الحكمة والأشياء اللي قاعدة تستوي مثلا من التعليم، يعني أشوى التعليم ما وقف عندنا في الكويت وقف، لكن يتم أونلاين والحمد لله حصلنا النتائج. صحيح. لأن الحين ما حصلوا نتائجهم. بالضبط. في هذه النقطة بالتحديد أنا بسألك أستاذة هاجر، بس بستأذن من الدكتورة عين الحياة أنا برجع لك بعد شوية، بس عندي سؤال حق الأستاذة هاجر. تجربتك الخاصة أستاذة هاجر، يعني أنا تعايش مع هذه الجائحة وهذه الظروف الصعبة. في ذي الظروف الصعبة أنا دائما في أي شيء أحاول أن أنا أبتدي بنفسي عقب المحيطين حوالي. جميل. فأنا مثلا عندي شغف رسم الكاركاتير مثل ما تعرف دكتورة لولو، فخلال هاي الفترة لا ركزت عليه أكثر، فقمت أحاول أنقل رسائل إيجابية حق المجتمع. مثلا في مواقف في سلوكيات تستوي في البحرين، فأنا أحاول أترجمها بدل ما أكتب مقال من مثلا 100 كلمة بصورة، الصورة تحمل في العمق أكثر من أي كلمة، بالفعل. يفهمها العربي والأجنبي، يفهمها المتعلم والجاهل، الكبير والصغير، وتوصل رسائل. فالحمد لله من بداية كورونا للحين 100 رسمة كاريكاتيرية رسمت. 100 رسمة. 100 رسمة. يعني افتقدنا إحنا الرسم الكاريكاتيري كثير، يعني في زمن الأستاذ الكبير علي سيار. نعم. يعني كان يختصر مقالات كبيرة في صورة أو كاريكاتير جميل جدا، معبر سياسي اقتصادي اجتماعي في مختلف الجوانب. بالفعل. وسامحيني بس لازم نرجع حق الدكتورة، ومعانا الدكتورة عين الحياة. يعني دكتورة شلون ممكن إن إحنا ننجح في مواجهة كورونا نفسيا؟ طبعا مع يعني العلاج بينقسم لنوعين، نوع للناس العادية اللي ابتدى يجي لها التوتر والقلق والخوف، وده طبعا كم كبير جدا، وده بيحتاج توعية طول الوقت والطمأنينة، واننا بنأكد انه طالما انا بعمل اجراءاتي الاحترازية وباخد بالي من النظافة وباخد بالي من التباعد الاجتماعي أو إن أنا أكون حريص في تعاملاتي مع الناس، طبعا القصة دي بتهدي كتير، وناس كتير بتبتدي تستوعب وتهدى، خاصة لما نبتدي نفهمها إنه الأعراض ممكن تحصل لعدد كبير من الناس، لكن لما بنبقى أخدين بالنا وناخد بالنا من بداية الأعراض بإذن الله بتبقى زي أنفلونزا بس شديدة شوية وبتمر. فعدد كبير من الناس بتبتدي تهدى، وخصوصا لو عندها ثقة في الشخص اللي بيكلمها، سواء هو طبيب سواء أخصائي نفسي سواء حتى في الإعلام مذيع أو صحفي، طبعا ده بيدي نوع من الاطمئنان الشديد. لكن عندي بقى الناس اللي الأمور بتتخطى مرحلة التوتر والقلق الطبيعي إلى مرحلة المرض، يبتدي يحصل له فزع، يحصل له نوبات هلع فيها اضطرابات في ضربات القلب، فيها نوع من زي ما بنقول اللوعة أو اضطرابات الجهاز الهضمي، يبتدي يحصل له أعراض تعرق وأعراض خوف وخنقة وضيق التنفس، وأي عرض بيتعرض له يبتدي يقلق ويخاف ويبتدي عايز يتوجه للمستشفى علشان يشوف هو فعلا كورونا ولا لا. في ناس لو سمعت بس مجرد انه في حالة في اي مكان تبتدي القصة تزيد زيادة، لو سمعت مجرد صوت عربية اسعاف ممكن يحصل لها الاعراض، فابتدت القصة. الناس بقى اللي دخلت في وسواس قهري، والناس اللي كان عندها وسواس قهري وابتدى يزيد أعراضه بأنها تغسل إيديها مرة زيادة، إن هي تبتدي تكرر غسيل الإيدين وتكرر التطهير أكتر مرة، طبعا دي محتاجة كتير إننا بالإضافة للوعي
محتاجة إنه جلسات نفسية سواء مع طبيب أو مع الأخصائي النفسي. كمان محتاجة في بعض الأحيان لعلاجات نفسية حب، ودي مهمة جدا. طبعا إحنا كأطباء نفسيين علينا دور، الأخصائيين النفسيين عليهم دور، ودي طبعا يعني مهمة، بنعتبرها مهمة وطنية في كل الأماكن، لأنها فعلا الدرع الواقي إنه ناس كتير تقل مناعتها نتيجة التوتر والقلق، وبالتالي قلة المناعة ممكن تعرضها فعلا للمرض. الإعلام طبعا عليه دور التوعية. الشخص اللي يحس بأي توتر وقلق زايد لمرحلة إنه بيأثر على حياته، بيأثر على نومه، بيأثر على علاقاته، وبيأثر على أمراضه حتى التانية، الناس اللي عندها سكر وضغط والتوتر بيبتدي يزود القصة ويبتدي الدنيا كلها تتلخبط. طبعا لازم يتكلم مع طبيب، يتكلم مع أخصائي نفسي، يطلب الدعم، وإن شاء الله الجائحة دي تمر على خير. إحنا موجودين في أي وقت، ويا رب بإذن الله كل الناس تمر عليها الأمور هينة، وربنا يعديها على خير بإذن الله علينا جميعا إن شاء الله. كل شكر لك دكتورة عين الحياة جودة، ألف شكر. شكرا لك دكتورة، وتحياتنا لأهلنا وأشقائنا وأخواننا في جمهورية مصر العربية. يعني نرجع حق الأستاذة هاجر، متى نقدر نقول عن الشخص أنه عنده قدرة على التحفيز للذات وللآخرين في ظل هذه الظروف؟ ممكن أي واحد نشوف اليوم في السوشيال ميديا الكثير من اللي يقولون إحنا محفزين، متى نقدر نقول عنه أن هذه بالفعل محفز؟ المحفز يعني كل من يقدر يطلع يقول أنا إيجابي، صح، أنا أؤمن بالإيجابية، أنا أكره السلبية. إذن هذا الشيء بتلاحظه بشنه؟ أول شيء لقاءة الجسد عنده. إذا شفته واحد مثلاً محندب وكله طالع تحت وحواجبه إكس وما في ابتسامة، وينه وين الإيجابية؟ ثاني شيء نبرة الصوت، هل تحس في صوته ذبذبات سعادة ولا تحس صوته سلبية قاعدة تيك؟ اللي إحنا نسميها نبرة حزن ونبرة هالطريقة. إيه هذه. وتحس إذا قعدت معاه إن أنت كأن خذك من العالم اللي أنت فيه وداك حق عالم وردي وعالم إيجابي وسعادة. فمو بكل شخص يقول أنا إيجابي ولا أنا أمثل السعادة. نقعد ويا ناس وايد قفلت أنا اكتشف نهاية لقب بس خذوه، لكن ما ينطبق على حياتهم. نعم. السعيد أو الإيجابي يبتدي من نفسه أول شيء، تشوف مشيته، قعدته، كلامه، ابتسامته، كلماته دائما تكون إيجابية. إذا أقول إيجابية ما أقول إن أنا رايحة كوكب بعيد عن الواقع، صحيح. لا، في أي شيء يصيرنا بيكون مرحلة صادمة، مثلا إذا شيء مو بزين نفس كورونا فترة يكون صادمة، أوكي الصادمة إيش كثر بتتم فترة، وبعدين يلا وين بلان بي، شنو حاب نسوي عشان نطلع منها. الإيجابي هو اللي يفكر في خارج الصندوق بالضبط. أي في قديم مثل شعبي يقول لك الحي يحييك، بالفعل. اي فاللي عنده ايجابيه هو ينثر وينشر الايجابيه على اللي حوله، لان السعاده معديه والايجابيه معديه. انا بقعد معاكم وانا ايجابيه بتطلعون مستنسين، انا سلبيه واقول لكم خلاص بنموت واخر الدنيا واخر الدنيا، بتطلعون كارهين حياتكم. اكيد بالضبط. فهاي الفرق بين الايجابي والسلبي. وفي مقوله دائما اقولها اللي هي تفاؤل بما تهوى يكن، تفاؤل بما تهوى يكن. أي. جميل جدا. فهذه انا دائما في مقوله ايضا لسيدنا علي، كل متوقع ان ات، صحيح. فكل اي شيء توقعه فهو غادم باذن الله، وقانون الجذب. نعم بالفعل. واحنا ما شاء الله علينا سعدنا باستضافتك، وايضا مثيتي علينا الايجابيه. الف شكر لك الخبيره في مجال السعاده والايجابيه الاستاذه هاجر الفضاله، شكرا على تواجدك معنا في الاستديو. يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه. فاصل وراجعين لكم بالتاكيد، خليكم معنا. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ الشغف؟ رغبتي المتواصلة في أني أرسم لوحات ما تنتهي، لكن حلم شغف كل شخص ممكن ينتهي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا مريم، أعاني من نقص المناعة، الموضوع اللي يخلي انتقال الفيروسات لي سهل إذا اللي حواليني ما أخذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك.
مشاهدينا الحين راح نتوقف معاكم في فقرة من البيت اللي يقدمها أحد من معدي برنامج مجتمع واعي تطبيق لقرار العمل من المنزل ومبدأ التباعد الاجتماعي. كل مرة عبد الله الحسيني اليوم زميل آخر اللي هو عمار العماري طلع علينا هالمرة من بيتهم في فقرة من البيت. مسيك بالخير عمار ولك الكلمة. تفضل عمار. مساء الخير فواز ولولو في فقرة من البيت. اليوم رصدت لكم بعض المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي اللي حققت انتشار واسع عبر المنصات. نبتدي مع رسالة الفنان القدير بابا ياسين اللي أرسلها حصريا لبرنامج مجتمع واعي. نتابع. الحمد لله رب العالمين. الوضع الحين أحسن بكثير من الأول. تأقلمنا احنا مع الموضوع. وطبعا فضل الله سبحانه وتعالى. فضل حكومتنا اللي يعني حطت كل جهدها وكل إمكانياتها اللي خدمتنا من ناحية علاجية، من ناحية اقتصادية، من ناحية توعوية، والأطباء اللي واقفين خط الدفاع الأول الله يحفظهم إن شاء الله ما قصروا، ورجال الأمن والمتطوعين وكل من وقف يساعدنا. أنتوا الأساس، أنتوا اللي تجاوبتوا، إحنا كلنا تجاوبنا مع حكومتنا ونسمع كل كلام يقولون لنا إياه ونقول لهم إن شاء الله، لكن هذا لا يمنع أن الخطر زال. خطر ما زال موجود علينا بالحيطة، والحذر، الكمامات، القفازات، التباعد قرب ما نقدر، بعيد عن الاختراق. بهذا الشيء بإذن الله إن شاء الله بيكون أفضل. قولوا آمين. والحين بستعرض معاكم مقتطف بسيط للمقطع اللي انشرته أمس الخطوط السعودية وتعدت مشاهداته 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة. كان عن الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي بتتخذها في رحلات الطيران. نتابع. رحلاتكم مع السعودية كلها أمان واطمئنان بإذن الله، فإجراءاتنا الوقائية تشمل تعقيماً دقيقاً قبل وبعد كل رحلة لكافة أجزاء الطائرة وخاصة تلك التي يكثر لمسها. بالإضافة إلى ذلك، جميع طائراتنا مزودة بأنظمة تهوية فائقة الجودة للحفاظ على راحة الضيوف في المقصورة وفقاً للمعايير الصحية المعتمدة دولياً. سنوفر لكل الضيوف طقماً خاصاً بالتعقيم الشخصي يحتوي على معقمات ومناديل معقمة وكمامات. كما يوجد في مقصوراتنا مسؤولون نظافة تم تدريبهم على أعلى مستويات الكفاءة والإتقان. وللحفاظ على التباعد الاجتماعي ستبقى المقاعد المجاورة لكم خالية طوال الرحلة. اختياركم من قائمة طعامنا المتنوعة سيقدم مغلفاً بإحكام لسلامتكم. أختم معاكم مع المقطع اللطيف لفتاة صغيرة وبسبب الحجر المنزلي والتعليم عن بعد لعبت دور معلمة الفن لقطتها وتعلمهم كيفية رسم الورود. نتابع. كان هذا كل ما لدي فواز ولولو، وأعود لكم مجددا في الاستوديو. يعطيك العافية، ما قصرت على هذا التقرير، خاصة اللقطة الأخيرة مع القطط. أنا عجبتني الصراحة. ولا وقاعدين لولو سبحان مستغربة الله. أنا مستغربة، ما زلت مستغربة. سبحان الله شلون قاعدين يعني. لا منتبهين للدرس. منتبهين هذولين لأنهم فقدوا الصف. قطط القطط اوكي يا رب. عموما مشاهدي الكرام، مملكة البحرين تسير بخطوات ثابتة بإذن الله لمواجهة انتشار فيروس كورونا بفضل الجهود الوطنية لفريق البحرين اللي قوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. طبعا المحافظة على صحة وسلامة الجميع، هذه نشوف كل الجهود قاعدة تتكاتف
وكل والحمد لله البحرين قاعده تواكب تطورات الفيروس باجراءات احترازيه ووقائيه تم اتخاذها للحفاظ على سلامه وصحه المواطنين والمقيمين، بالاضافه لزياده الاعداد اللي تم فحصها لتتبع انتشار فيروس كورونا في البحرين، تعتبر من الدول الاكثر اجراء للفحص مقارنه بعدد السكان. بالضبط، لكن اهم شيء يا لولو انه يكون كل مواطن ومقيم ملتزم بالاجراءات عشان يدعم الجهود الوطنيه، وراح نتمكن باذن الله تعالى من السيطره على انتشار الفيروس، فيروس كورونا. ان شاء الله يا رب، الله يحفظ البحرين واهلها. آمين. وصلنا معاكم لختام حلقه اليوم من برنامج مجتمع واعي، نلقاكم بكره في حلقه جديده مع الزملاء بسام برقيه، في امان الله. في امان الله، حفظ الله، مع السلامه.